انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولين طولة شمال كله عالسكة وشغال الضربة القاضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القارة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاهلي في رمضان. الف مبروك وكل سنة وحضراتكم طيبين. الف مبروك دي بقولها لكل الاهلوية، كل الاهلوية مبسوطين جدا وفرحانين جدا بوصول النادي الاهلي وفوزه امس او تعادله امس وصعوده الى الدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا. الحقيقه خلوني اشرح لحضراتكم هو ايه اللي حصل خلال الاسبوعين اللي فاتوا. انا بقالي فتره طويله جدا ما طلعتش مع حضراتكم، ولكن بسبب ان انا بطلع كل يوم سبت وكل يوم سبت كان بيبقى فيه مباراه. خلال الاسبوعين اللي فاتوا حصلت حاجات كتيره جدا جدا جدا، ولكن في النهايه تبقى العلاقات المحترمه ما بين النادي الاهلي وما بين كل الانديه سواء في شمال افريقيا وفي افريقيا بشكل عام هي الاساس في كل شيء. النادي الاهلي هو ممثل مصر الوحيد في كره القدم الافريقيه في دوري ابطال افريقيا، في دوري ابطال افريقيا، وبالتالي يجب ان يكون هناك تضافر لكل الجهود علشان النادي الاهلي ان شاء الله يستطيع ان يفوز بهذه البطوله للمره الثالثه على التوالي وللمره ال11 في تاريخه. ان شاء الله ده يحصل بدون او بعيدا عن اي حد يتسبب في اي فتنه، وبعيدا عن اي حد يتسبب في اي كلام بيتقال او بيحب يسخن حد على حد، بعيدا عن الناس دي كلها لان الناس دي في حته والنادي الاهلي في مكان اخر. اي حد، انا مش بتكلم على شخص معين، انا بتكلم بشكل عام، اي حد عايز يتكلم ويقول اي حاجه عن النادي الاهلي هو حر. ولكن لما تيجي تتكلم لازم تعرف مقامك ولازم تعرف انت فين والنادي الاهلي فين. بمعنى ان النادي الاهلي في البطوله الافريقيه هو ممثل مصر، كل شويه هاكرر هذه الكلمه، هو ممثل مصر الوحيد. ممثل ايه؟ ممثل مصر الوحيد في دوري ابطال افريقيا. عشان كده دايما كل اللي بنطلبه خلال الفتره القادمه هو تضافر كل الجهود عشان نقف مع النادي الاهلي يستطيع أن يفوز بالمرة الثالثة على التوالي بالبطولة الأفريقية إن شاء الله المرة ال11 في تاريخه. هو ده اللي احنا بنتمناه كأهلوية، وهو ده اللي بيتتمناه كل الدنيا، كل الدنيا. زي ما حضراتكم شفتوا امبارح في مباراة الرجاء، وأنا آسف إن أنا هقول هذا الكلام، فريق الرجاء فريق جيد وكل حاجة وله اسمه وتاريخ كبير وكل حاجة، ولكن لما سئلت ما قبل المباراة عن رأيي في هذه المباراة قلت إن النادي الأهلي إذا لعب ب60-70% من مستواه الفني الطبيعي هيستطيع أن يفوز وبفارق جيد عن الرجاء إذا كان الحظ معاه في بعض الأمور أو في أن أنا أقدر أخلص الكورة. وده اللي أنا قلته ما قبل المباراة ما بيني وما بين أصدقائي لما كنا بنتكلم، كنت دايما بتكلم معهم في هذا الإطار أن إحنا يا جماعة كلنا عارفين أن النادي الأهلي أفضل من الرجاء فنيا جوه الملعب، أفضل من الرجاء ال11 اللي بيلعبوا قدام ال11 اللي بيلعبوا. لا، الأهلي أفضل في كل شيء. الأهلي أفضل في حراسة المرمى، الأهلي أفضل في الناحية الدفاعية، الأهلي أفضل في خط الوسط، الأهلي أفضل في الناحية الهجومية، الأهلي أفضل في دكة البدلاء. فما كانش عندي قلق ما قبل المباراة، ولكن كل القلق إن اللعيبة تركز في اللي كان بيحصل في المدرجات. وإحنا ياما شفنا وياما قابلنا خلال هذه الفترة، أو مش الفترة دي، من أول 1907 وحتى الآن النادي الأهلي دايما بيقابل مثل هذه المباريات. وبالتالي لو انا لعيب في الملعب الماتشات اللي زي دي هي اللي بتخليني ابقى مبسوط وسعيد وعايز العبها. لو انا لعيب وعندي شخصيه في الملعب، وده اللي شفناه على الاقل في الشوط الاول في مباراه امبارح في مباراه الاهلي والرجاء. ولكن على الجانب الاخر في اهلاويه زعلانين من موسيماني. ما اعرفش الحقيقه، انا لما اجي اتكلم دايما بحب اتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه والوضوح، وما بحبش ابقى ملاوع في الكلام، انا دايما بتكلم بصراحه وبوضوح. انا لما شفت حسين الشحات بيطلع من الملعب عملت علامه استفهام، قلت هو ليه حسين الشحات بيطلع من الملعب؟
حسين الشحات افضل مباراه ليه خلال الفتره او افضل مباراتين ليه خلال الفتره اللي فاتت هي المباراتين الرجاء هنا وهناك اللي كانوا في القاهره في استاد الاهلي والسلام واللي كانت في مركب محمد الخامس. وبالتالي لما تعمل كده انا دايما انا كاهلاوي بقى ماليش دعوه كمذيع والكلام اللي حضراتكم لا انا كاهلاوي قلت هو ليه حسين الشحات بيطلع؟ ليه حسين الشحات بيطلع؟ ولكن انا كاهلاوي في اخر المباراه قلت انا اللي يهمني كاهلاوي ان الاهلي ياخد هذه البطوله ولا ان انا اللي يهمني ان الاهلي يعمل 50 70 نقله عشان يبقى شكله حلو؟ هي وجهات نظر. نفسي طبعا ان الاهلي يعمل الاثنين، نفسي ان الاهلي يبقى بيلعب بالشكل اللي احنا عايزينه ونفسي الاهلي ياخد كل البطولات وده كلنا بنتمناه، مش انا اللي بشجع الاهلي او ال 70 80 مليون اهلاوي، لا اي حد بيشجع اي نادي في العالم من الانديه الكبيره بيبقى عايز كده ان النادي ده يلعب بشكل متميز وياخد كل البطولات. فعشان كده لما اجي اتكلم عن موسيماني انا عارف ان في ناس كتيره او اهلاويه بينتقدوا الكلام اللي بتقوله قناه الاهلي او اسلام الشاطر على موسيماني تحديدا. انا بالنسبه لي لما باجي افكر في الموضوع بفكر فيه زي ما قلت لحضراتكم من كل النواحي. انا كاهلاوي عندي علامه استفهام على خروج حسين الشحات، ولكن لما سالت في الموضوع او لما فكرت لقيت ان ايمن اشرف لازم ينزل عشان يقفل مع علي معلول الجنب اللي كان مفتوح شويه ما قبل خروج حسين الشحات، لكن كان ممكن اخرج اي حد تاني. ناس اهلاويه برضو بتسال هو ليه دايما بيرسي تاو بيلعب ال 90 دقيقه على الرغم من ان هو في البعض شايف ان هو ملوش دور، يعني ممكن تنزل حد يبقى له دور افضل. انا بتكلم مع حضرتك اهو بمنتهى الصراحه، انا بقول لك وبقول لك الرد في نفس الوقت. يعني الرد كان على حسين الشحات ان هو ايمن اشرف لما ينزل هيقفل مع علي معلول الحته اللي كانت مفتوحه. على الجانب الاخر بيرسي تاو بيؤدي بشكل جيد من وجهه النظر الفنيه، هو بيؤدي بشكل جيد في الملعب، وبالتالي انا كمدير فني لمسؤول. عشان كده انا لما باجي اتكلم بتكلم مع حضراتكم واضح. عندنا تساؤلات كتيره جدا كاهلاويه، ولكن في نفس الوقت سعداء جدا وفرحانين. هو ده الفرق ما بين جمهور النادي الاهلي دائما واي حد تاني، وما بين جمهور النادي الاهلي واي جمهور تاني. جمهور النادي الاهلي عارف كويس جدا جدا ان هو عايز ياخد البطوله، ولكن جمهور النادي الاهلي عايز يلعب، عايز الشوط الاولاني في كرة انا للاسف مش هقدر ازيع الحاجات دي او مش هقدر اعيد اللقطات دي لانها مش حقوقنا. في كرة اتعملت امبارح يا جماعه لو كانت جت هدف كانت هيبقى واحد من افضل واحلى الاهداف اللي عملها النادي الاهلي. الشوط الاول النادي الاهلي كان وجهه نظري كان جيد جدا في اللقاء فنيا جوه الملعب، فنيا جوه الملعب النادي الاهلي كان كويس جدا. في كرة اللي شاطها عمرو السوليه في اخر الكرة دي، كرة اتلعبت نقلة 2 3 4 5 6 7 8 10 شاطها عمرو السوليه لو كانت دخلت الجون كان هيبقى جون رائع جدا جدا جدا. ليه ما بنلعبش الشوط الثاني في هذه المباراة زي ما لعبنا على الأقل الشوط الأول؟ إحنا كأهلاوية قلقانين من اللي جاي، عايزين نكسب اللي جاي، عايزين نكسب البطولة، عايزين نكسبها للمرة الثالثة على التوالي، علشان في الآخر أقدر أوصل إن أنا آخد البطولة رقم 11 للنادي الأهلي، البطولة الأفريقية رقم 11 للنادي الأهلي. ومش هفكر بقى في مين بيسخن مين على مين، يعني إحنا عندنا المباراة القادمة أمام الجزائر أحد أهم الفرق في الجزائر وهنتكلم عنه كتير وفاق سطيف. فواحد من اهم واكبر الفرق عايز حد ممكن يطلع يسخن الجزائريين على المصريين، اطلع اعمل اللي انت عايزه. انا شخصيا مش هفكر في هذا بهذا الشكل ومش هنظر لهذه الامور لانه انا في الاخر عندي مهمه قوميه، مهمه قوميه. المهمه القوميه معناها ان انا ممثل مصر الوحيد في دوري ابطال افريقيا. هو دوري ابطال افريقيا ده بيودينا فين؟ بيودي مصر والنادي الاهلي فين؟ كاس العالم؟ ايوه مظبوط. كاس العالم ده اسلام اللي النادي الاهلي خد فيه المركز الثالث البطوله اللي فاتت؟ ايوه مظبوط. كاس العالم ده اللي انتوا بتفكروا ان هو كاهلاويه يعني بتفكروا ان انتوا تاخدوه او توصلوا لمركز اخر غير المركز الثالث؟ ايوه هو ده بالظبط اللي احنا بنقوله، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. فانا مش هيفرق معايا مين يطلع، عندنا مباراه مع وفاق سطيف، اللي عايز يعمل حاجه يعملها. ولكن تظل دائما العلاقات المصريه
مع كل البلاد ومع كل الحتت اللي احنا او البلاد اللي احنا بنلعب فيها بتظل دائما من خلال وجود النادي الاهلي تظل دائما في منتهى الاحترام وستظل بهذا الشكل. الرجاء امبارح نفسنا نشوف، انا شخصيا نفسي اشوف لو هنلعب وفاق سطيف، انا ما اعرفش هنلعبه في الاهلي والسلام ولا في استاد القاهره، اتمنى ان تكون المباراه في استاد القاهره والاستاد مليان على اخره. الاستاد مليان على اخره، هتعرفوا قد ايه ان جمهور النادي الاهلي هو جمهور محترم بيشجع فريقه فقط، ما بيعملش حاجه تانية، ما بيقتحمش ملاعب، ما بيرميش زجاجات، ما بيشتمش، ما بيعملش، بيشجع فريقه بس. وهو ده اللي احنا عارفينه عن النادي الاهلي خلال الفتره السابقه. فاللي حصل امبارح بصراحه، انت تقول لي ان انت الدنيا كانت صعبه، المباراه كانت صعبه مش فنيا، المباراه كانت نفسيا وعصبيا وذهنيا صعبه وجماهيريا، ولكن لو تسالني انا او سالت مجموعه كبيره من اللاعبين اللي كانوا موجودين في الوقت اللي فات وسالتهم قلت لهم الماتش ده، يقول لك انا نفسي العب ماتش زي ده. والله العظيم انا بقول لحضراتكم، وانا سالت كتير جدا كل اللاعبين اللي حضراتكم تتخيلون في دماغكم سالتهم، قالوا لي يا عم انا العب ماتش زي ده. ماتش الرجاء ده هو ده الماتش اللي يبين كل اللاعبين، اللي يبين محمد الشناوي تاني، واللي يبين محمد هاني، واللي يبين علي معلول، واللي يبين شخصيه ياسر ابراهيم، واللي يبين شخصيه كل اللاعبين اللي موجودين، شخصيه اللاعب النادي الاهلي او شخصيه النادي الاهلي. فانا اللي يقول لي، اللي يسالني انا تحديدا، هقول له لا انا الماتش ده العبه، احب العبه. لعبنا ماتشات كتيره كده بهذا الشكل. فانا يعني ناس كتيره جدا كانت بتسالني قبل المباراه، اقول لهم يا جماعه انا شخصيا مطمن لانه فنيا انا افضل وبكتير. قد تكون بعض التغييرات هي اللي ما كانتش كويسه فادت لهبوط مستوى الفريق شويه، ولكن في الاخر انا برضو لمنتقدي بيتسو موسيماني، هو ايه المطلوب؟ ان انا العب مباراه كويسه؟ ماشي حاضر، هنقول الكلام ده وهنفضل دايما في ظهر فريقنا، لان مفيش حد في العالم بيشجع فريق مش عايز فريقه يظهر بشكل جيد، مفيش مدرب في العالم او مدير فني في العالم عايز يخسر. هو وجهة نظره ان يطلع حسين الشحات وينزل ايمن اشرف زي ما قلت لحضراتكم، علشان ايمن يقفل مع علي معلول في الجنب ده اللي كان في الوقت ده تحديدا عندنا فيه اختراقات كثيره جدا ضد النادي الاهلي. من وجهة نظر المدير الفني كده. في الاخر انا ايه المطلوب مني لما تيجي؟ انا على فكره ما اتكلمتش مع موسيماني، انا بتكلم من يعني انا لما ايه اللي مطلوب مني لما تيجي تسال موسيماني؟ هو انا ايه اللي يقول لك كده يسالك؟ يعني لما تيجي تسال موسيماني اكيد هيرد عليك، انا ما اعرفش برضه، هحاول اجيبه قريب ان شاء الله ونساله كل هذه الاسئله. لما تيجي تسال موسيماني هيرد عليك يقول لك طب هو انا ايه اللي مطلوب مني؟ ان انا احسن اداء الفريق؟ حاضر هحسن اداء الفريق خلال الفتره اللي جايه، ولكن في نفس الوقت انا المطلوب مني ان انا اصعد واخد البطوله للمره الثالثه على التوالي عشان اعمل تاريخ لنفسي وللاعبين وللنادي الاهلي. وفي مباريات تكسب ولا تلعب. خلي بال حضرتك، على الرغم من ان انا بقول وباكد ان النادي الاهلي امبارح في الشوط الاول كان جيد، كان جيد، كان ممكن الشوط الثاني خصوصا ان انت اخر ربع ساعه تقدر تجيب فيها يعني ما عندكش، احط ايدك في جيبك وطلع هتجيب اجوان. شوف انا بقول لحضرتك ايه امبارح في الماتش ده، ايوه اللي اتفرج على الماتش فنيا كويس يعرف ان احنا الربع ساعه الاخيره كنا نقدر نجيب جون واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، احنا رحنا بانفرادين او بثلاثه، ولكن لو ركزت صح تقدر تجيب. الماتش ده كان يخلص في اخر ربع ساعه بس، ممكن يخلص 6-1 مثلا، والله مش بهزر، ممكن يخلص 6-1 عادي جدا في اخر ربع ساعه. فعشان كده انا بقول لحضرتك خلينا دايما في ظهر فريقنا، وخلينا دايما ورا فرقتنا، خلينا نفرح ونتبسط، خلينا نبقى سعداء، خلينا نبقى ننظر لما هو قادم في المباراه اللي جايه. المباراه اللي جايه يعني وفاق سطيف، ناس كتيره جدا فاكره ان هي مباراه سهله، زي ما حضرتك شفت كده مفيش مباراه سهله، مفيش مباراه سهله في البطوله الافريقيه، كل المباريات مباريات صعبه وصعبه جدا. خلي بال حضراتكم وفاق سطيف طلع الترجي
في تونس مش في الجزائر. وعنده مدرب صربي جديد وعلى فكرة بيعرف يتعامل مع الإعلام بشكل جيد. وطبعا من أول ماتش ليه، هو لسه جاي من أول ماتش ليه تأهل، فواخد دفعة كبيرة جدا ودفعة معنوية يعني، هو مش شغل فني يعني، لكن خلاص هيبتدي يشتغل بقى فنيا وهيلعب كبير أفريقيا أو كبير القارة الأفريقية النادي الأهلي، ففرصة ليه إن هو يكبر اسمه زي ما هو عايز. الراجل ده بالمناسبة درب منتخب ليبيا، الراجل اللي ماسك المدير الفني لنادي وفاق سطيف، درب منتخب ليبيا مرتين وبيشتغل في افريقيا بقاله كتير جدا، حد سمع عنه قبل كده؟ محدش يعرفه، انا اسف يعني، لكن الماتش الجاي فقط او الماتشين اللي جايين افريقيا كلها هتعرفه. لو لا قدر الله لا قدر الله كسب النادي الاهلي، فشوف بقى حضرتك الدوافع اللي موجوده عند المدير الفني والدوافع اللي موجوده عند لعيبه عفوا والدوافع اللي موجوده عند لعيبه وفاق سطيف عشان لما يجوا يلعبوا النادي الاهلي المره الجايه هيلعبوه ازاي؟ عايز اكسبك باي طريقه، عايز اعمل فيك اي حاجه. وخلي بال حضرتك وفاق سطيف نادي كبير ونادي من الانديه الكبيره والعريقه في الجزائر، ونادي جماهيري وله جماهيريه وشعبيه كبيره جدا في الجزائر، وبالتالي هتبقى مباراه حلوه. تقول لي يا اسلام الماتشات انا بحب، انا شخصيا ومعظم اللعيبه وانا باركت لهم امبارح معظمهم نفسهم يلعبوا في الماتشات الجماهيريه اللي زي دي، لان هي دي اللي بتبين معدن اللاعب، هي دي الماتشات اللي بتصنع النجوم، هي دي الماتشات اللي بتصنع النجوم. فعشان كده سيبنا من اي حد، خلي اللي عايز يطلع يتكلم يتكلم، خلي اللي عايز يطلع يقول حاجه يقولها. والله انا دايما لما باجي استقبل مثل هذه الامور بستقبلها بابتسامه. هتقول لي النادي الاهلي، هقول لك اصل النادي الاهلي علمنا كتير جدا جدا، من ضمن الحاجات اللي اتعلمناها ان احنا ما نردش على اي حاجه يعني ما ينفعش ما نردش عليها يعني. في الاخر انا النادي الاهلي، في الاخر انا النادي الاهلي وحفضل النادي، مش انا اسلام، انا بتكلم على النادي الاهلي دايما وجمهوره كده، جمهور النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي واسلوب النادي الاهلي وطريقه اداره النادي الاهلي لكل المعارك اللي بياخدها. هتكلم دلوقتي عن الحكام وهقول لحضراتكم خبر كل معظم جمهور النادي الاهلي كان ينتظره، واداره النادي الاهلي كانت بتسعى للموضوع ده بقالها على فكره اكتر من 10 ايام ولا حاجه، ولكن الموضوع تحقق النهارده اخيرا وهو حكام اجانب، وهقول لحضراتكم ليه. وبالمناسبه وانا بتكلم مع حضراتكم في موضوع الحكام، ولا خليها الجزء لما اجي اتكلم على، لانه مهم جدا تعرفوا ايه الكلام اللي بيدور او ايه الكلام اللي بيطلعه لجنه الحكام اللي موجوده دلوقتي للاعلاميين وللصحفيين علشان يقولوا ان النادي الاهلي ضد لجنه الحكام. خلي بال حضرتك النادي الاهلي نادي الوطنيه، النادي اللي بيمثل مصر في كل المحافل الدوليه والافريقيه والمحليه، النادي الاهلي بيتقال كده او بيترمي كده ان احنا عايزين نطور وعايزين نعمل وعايزين نخلي وعايزين نسوي، ولكن النادي الاهلي اصله بيدور على، لا لا يا فندم، انا ما بدورش على حكام اجانب. انا لما اخسر الدوري السنه اللي فاتت بسبب التحكيم المصري يبقى من حقي يا فندم ان انا اشوف ادور على حق جمهوري، الجمهور اللي بيتحرق دمه ده، ال 70 80 مليون اهلاوي اللي قاعدين، من حقهم ان انت ان انا كاداره اسعى ان انا اجيب لهم افضل حاجه. طالما القانون بيتيح لي هذا الامر، ها، وانا وقفت انا كاداره نادي اهلي وقفت مع التحكيم المصري ببيان واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، أنا أقدر أقول لحضراتكم البيانات اللي اتعملت من 4 سنين لغاية دلوقتي. وقفت مين أكتر نادي تضرر من التحكيم المصري السنة اللي فاتت؟ ها؟ حد يقول لي؟ مين أكتر نادي تضرر؟ مين النادي اللي خسر الدوري السنة اللي فاتت بسبب التحكيم المصري؟ 15 نقطة مش هنسى. كرة بتخش جون يقول لك مش جون، كرة ضربة جزاء يقول لك لا مش ضربة جزاء، على النادي الأهلي تروح للفار وتجري وتقعد ساعتين. ومع ذلك تمسك النادي الأهلي دائما بوطنيته وكل حاجة، ولكن في النهاية أنا عندي 70 80، أنا كإدارة يعني مش الإدارة بتفكر إزاي؟ أنا عندي 70 80 مليون أهلاوي دمهم بيتحرق عشان خاطر حكم، أنا
لا قدر الله لو الاهلي عنده طلائع الجيش يوم الاربعاء، في حكام اجانب ان شاء الله هيبقوا موجودين في مباراه طلائع الجيش القادمه، والنادي الاهلي ارسل الشيك بالفعل، وهقول لحضراتكم ازاي، او يعني هقول لحضراتكم كل التفاصيل. ولكن لا قدر الله النادي الاهلي حصل حاجه في المباراه، اتعادل لا قدر الله ولا اتغلب ولا حاجه، هيحصل ايه؟ انا هبقى عارف على الاقل ان انا واخد حقي، ان مفيش حكم المفروض يروح يشوف الفار وما يشوفوش. يا كباتن لجنه التحكيم يا عظام يا كبار يا كل حاجه حلوه في الدنيا، يا محترمين يا كل حاجه حلوه في الدنيا، انتوا ناس على دماغنا من فوق وكل حاجه، ولكن العداله النادي الاهلي يبحث عن العداله لا يبحث على شيء اخر. يا كابتن عصام قلنا لحضرتك مليون مره، يوم لما هيتعمل حاجه كويسه احنا اول ناس هنطلع نسقف. اول حاجه ما تطلع اول حاجه او لما تتعمل حاجه كويسه مش معناها ان لصالح النادي الاهلي اطلاقا، ولكن العداله في التحكيم يجب ان تطبق على ال 18 نادي مش على نادي ولا اتنين، يعني انديه اخرى بيتحسب لها كل حاجه، ولكن تيجي على النادي الاهلي وشوف اللي بيحصل مع النادي الاهلي ايه في افريقيا وفي الدوري المحلي. وخلي بال حضراتكم انا مش عايز اقول ان المسؤول واحد هنا وهنا، فمش هتعرفوا حضراتكم تقولوا اهي الكره اللي حضرتك خسرنا الدوري السنه اللي فاتت بسبب الكره دي. دي كره الرجاء امبارح، دي ده ماتش امبارح الرجاء، لكن السنه اللي فاتت في مباراه طلائع الجيش اللي طلعوها من جوه كانت شبه دي بالظبط، ده هدف اكيد كان النادي الاهلي كسب امبارح 2-1 بهذا الهدف. ولكن هنعمل ايه؟ طب يعني وبعدين؟ وبعدين احنا هنلعب كوره امتى يا جماعه؟ احنا هنلعب كوره، تعالى لي احنا هنلعب كوره امتى؟ احنا عايزين نلعب كوره من غير ما يكون في ازايز بتترمي، ما يكون في اقتحام لملاعب، ما يكون في عايزين نلعب كوره، عايزين تحكيم عادل، عايزين تحكيم عادل. لو انا اتغلبت وفي تحكيم عادل هطلع اقول واسقف للحكم بالمناسبه. هو انا امتى اشوف القاره الافريقيه؟ اللي حصل في السنغال ده طبيعي؟ اللي بيحصل او اللي حصل في السنغال ده حضراتكم شايفينه طبيعي؟ اللي حصل مع النادي واللي بيحصل مع النادي الاهلي امبارح كنت حضراتكم شايفينه ان هو طبيعي؟ اتفضل حضرتك شوف عشان تعرف قد ايه جمهور النادي الاهلي والجمهور المصري جمهور محترم ويستحق التحيه. وبالمناسبه اللي بيعمله جمهور الاهلي هو ده الصح، مش ده اللي احنا شايفينه هو الصح، اللي احنا شايفينه ده الغلط. هو ده اللي بيحصل، الناس تطلع تقول لك ايه اصل جمهور الساحل وجمهور هو اللي بيروح يشجع المنتخب. لا حضرتك احنا جمهور محترم، احنا جمهور محترم بيشجع فريقه فقط، انا بتكلم عن المنتخب. لكن اللي احنا بنشوفه ده دي الاستثناءات، دي الاستثناءات، دي المفروض ما يحصلش الكلام ده. هل بتشوفوا حاجه في اوروبا بيحصل فيها كده؟ عمرها ما بتحصل. نفسنا نشوف الكره الافريقيه رايحه في منحنى تاني او في شكل تاني. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده دايما اللي بنفكر فيه. فاللي انا بقوله لحضراتكم ان النادي الاهلي دائما ما يبحث على حقوقه. حضرتك 70 80 مليون اهلاوي دمهم بيتحرق عشان حكم يعني يدي صفاره او ما يروحش يشوف فار، حكم ما يروحش يشوف فار وبعدين يرجع تاني. طب ما تروح يا عم تشوف الفار يا كابتن، روح شوف الفار طالما للنادي الاهلي، ما تروح تشوف فار او للنادي الاخر ما عنديش مشكله. لكن النادي الاخر جري، النادي المنافس يعني النادي الاهلي، يعني الاهلي بيلعب طلائع الجيش عشان بس ما حدش دماغه تروح لحته ثانيه، النادي الاهلي بيلعب طلائع الجيش مثلا، لو كوره المفروض الفار يبص فيها، الحكم يبص فيها ركله جزاء للنادي الاهلي ما يروحش يبص فيها، لو ركله جزاء للجيش تلاقيهم بيجروا جري على ويروح يبصوا فيها، او للامبي او لاي فريق، للاتحاد او لاي فريق اخر. فاتمنى ان تظل دائما العداله هي اللي تسود خلال الفتره اللي جايه. وهو ده عشان كده النادي الاهلي عمل بيان مهم جدا جدا النهارده هتكلم فيه مع حضراتكم. ولكن قبل بس ما اقفل، في مباراه امبارح الجمهور المغربي جمهور محترم، وعلى ايه الحلاوه دي وايه الجمال اللي احنا شفناه امبارح ده؟ حاجه محترمه جدا. طبعا بعض الامور اللي بتحصل ما قبل وما اثناء المباراه، ولكن في النهايه بعد المباراه حضراتكم شفتوا المنظر، هي دي لاجل
كرة القدم بتلعب لأجل هذه الأمور. لما أروح أسلم على اللعيبة أنا كرجل كسبان، أروح أسلم على اللعيبة، لما أروح أسقف للجمهور والجمهور يسقف لي، هي دي كرة القدم. وهو ده الجمهور المغربي اللي تظل دائما العلاقة المغربية المصرية مهمة جدا وتظل دائما محترمة دايما. يعني اللي احنا شفناه بعد المباراة ده أحلى حاجة في الدنيا. هل حضرتك سمعت عن إن في حد حصل له حاجة بعد المباراة؟ استحالة. ليه؟ العلاقات المحترمة ما بين الناديين الكبار النادي الأهلي ونادي الرجاء هي اللي وصلتنا لكده. الجمهور كان عايز يخش الملعب نط من هنا وعمل من هنا، احنا ما بنحبش الحاجات دي، لكن في النهاية الجمهور بعد المباراة سقف لكل لعيبة النادي الأهلي وشكرهم. يعني الكلام اللي جالنا من المغرب كله إن ما بعد المباراة الناس كلها سقفت، جمهور المغرب كله سقف. هذا هو الاحترام المتبادل ما بين الأندية الكبيرة نادي الأهلي ونادي الرجاء. عايز بس أقول لحضراتكم موضوع التحكيم لأنه موضوع مهم جدا الحقيقة. الأهلي بيعلن سداد تكلفة الحكام الأجانب ويحدد 5 دوريات أوروبية. دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي قال إن النادي الأهلي أرسل اليوم الأحد أو أرسل يوم الأحد الماضي مخاطبة إلى اتحاد كرة القدم أكد فيها على طلبه بإسناد مباراتيه القادمتين في الدوري مع كل من طلائع الجيش اللي هي يوم الأربع وسيراميكا يوم السبت إلى حكام أجانب يتم اختيارهم من أقوى 5 دوريات في العالم، الدوري الإنجليزي، أسباني، ألماني، إيطالي، فرنسي. وطلب الأهلي أن يكون حكم الساحة الذي يتم استقدامه ومعرفة اتحاد كرة من بين أفضل 5 حكام في بلاده. أرفق النادي الأهلي بالمخاطبة، أنا مش بتكلم وخلاص وبقول إن أنا عايز حكام أجانب، لا، ولكن أنا كمان كنادي أهلي عملت إيه؟ أرفق النادي الأهلي بالمخاطبة المشار إليها شيكاً بقيمة ما يعادل 80,000 دولار لتكلفة حكام المباراتين سواء حكام ساحة أو حكام فار. أنا كنادي أهلي عايز حكمين أو عايز طاقمي تحكيم للمباراتين القادمتين، وبعت 80,000 دولار علشان أقدر أجيب أفضل حكام أجانب من أفضل 5 دوريات أوروبية. حسبما حدد اتحاد كرة القدم وتم إبلاغ الاتحاد بأن الأهلي سوف يحدد مبارياته اللاحقة التي يطلب لإدارتها حكاما أجانب عندما يتلقى مواعيد المباريات المتبقية من جدول الدوري. يعني معنى كده أن مش المباراتين دول بس، إيه اللي هيحصل بعد كده لما اتحاد كرة القدم يبعت للنادي الأهلي علشان يقول له يعني المواعيد المباريات الفترة القادمة، النادي الأهلي سيقرر ايه هي المباريات اللي هيحتاج فيها لطاقم تحكيم أجنبي. عموما دي كان كلام مهم جدا جدا، ولكن في النهاية اللي عايز أقوله لحضراتكم خلينا نتبسط ونفرح لغاية المباراة القادمة في الدوري. خلاص قفلنا المباريات الإفريقية وإن شاء الله هنفكر بقى في يوم الأربع القادم ومباراة طلائع الجيش، ومن بعدها إن شاء الله يوم السبت ومباراة سيراميكا، وبعدها بقى يوم الجمعة اللي بعدها إن شاء الله تكون مباراة وفاق سطيف. المباراة الأولى ستكون في القاهرة والمباراة الثانية ستكون في الجزائر. إيه اللي هيحصل خلال هذه الفترة؟ عندنا 3 مباريات يجب أو 4 مباريات ورا بعض، 2 منهم في الدوري و2 في البطولة الأفريقية. يجب أن يكون هناك تركيز كامل من بيتسو موسيماني، تركيز كامل من كل اللاعبين خلال الفترة القادمة، لأن 70-80 مليون أهلاوي ينتظروا ماذا سيفعل النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نتكلم عن أخبارنا، أخبار النادي الأهلي بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نروح لزميلنا وصديقنا العزيز حمزه شتاوي الصحفي بموقع هيس سبورت المغربي. استاذ حمزه ازاي حضرتك؟ وطبعا هارد لك امبارح على خروج نادي الرجاء. اهلا بيك اخويا اسلام، اهلا كذلك بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي، ومبروك لفريق القاهري التاهل الى نهائي دوري ابطال افريقيا. بالحقيقه يعني كانت ما قبل بدايه المباراه وموضوع الجمهور والتدافع الكبير للجمهور ووجود الجمهور المغربي بشده عكس ما حدث نهايه المباراه. الحقيقه بعد نهايه المباراه شفنا ان الجمهور المغربي بالكامل بيصفق للاعبين لاعبي النادي الاهلي، وكان هناك يعني شكل رائع جدا ما بين اللاعبين بعد نهايه المباراه.
أكيد هي في نهاية المطاف هي مواجهة كانت بين الأشقاء، هي مواجهة كانت بين كبيري القارة السمراء الأهلي المصري فريق القاهرة الأكثر مظبوط. تتويجا بدوري أبطال إفريقيا صاحب آخر لقبين من النسخة من دوري أبطال إفريقيا، وفريق الرجاء الرياضي الذي طال وجال في القارة السمراء وتوج في 3 مناسبات في دوري الأبطال. فهذه الأمور كلها جعلت المباراة تخطف الأنظار، جعلتها بمثابة نهائي قبل الأوان. أعتقد على أنه مباراة الإياب هنا في المغرب على الإقبال الجماهيري الكبير، لأنه الإقبال الجماهيري كان منقطع النظير، نتحدث على تقريبا ما يقارب 70,000 مناصر اتجهت صوب الملعب، وسعة الملعب لا يمكن أن تتجاوز 42,000 مناصر، فبذلك الإجراءات كانت صعبة من أجل ترتيب الدخول، تضيف على ذلك يعني ارتجالية كانت واضحة من الشركة المسؤولة عن إدخال الجماهير إلى الملعب، يعني ارتكبت أخطاء كارثية في تسهيل وتدبير عملية دخول الجماهير إلى الملعب. لكن بعد ذلك مع انطلاقة المباراة كانت روح رياضية كبيرة بين التنافس، يعني روح رياضية في إطار التنافس بين لاعبي الرجاء والوداد، وفي الأخير كل واحد كان يغني على ليلى، وبعد صافرة النهاية عادت الأمور إلى عادت المياه إلى مجاريها. لاعبي الأهلي حيوا جماهير الرجاء على حضورهم، على كذلك إبداعهم في المدرجات. جماهير الرجاء كذلك صفقت للأهلي وقالت أن الأهلي فريق يستحق المرور إلى الدور الموالي. هذه هي كرة القدم، لابد في الأخير أن يكون هناك منتصر وهناك فريق قد يغادر. يعني برضو في إطار نفس الاتجاه الكابتن الخطيب بيهدي درع وعلم النادي لرئيس الرجاء ويشكر الأشقاء المغاربة، الحقيقة كابتن محمود الخطيب اللي كان متواجد رئيس النادي الأهلي طبعا اللي كان متواجد على رأس بعثة الفريق كرة القدم في المغرب، قام بإهداء درع وعلم النادي إلى السيد أنيس محفوظ رئيس نادي الرجاء واداله تيشيرت النادي الأهلي. من الواضح أن زي ما حضرتك قلت يا أستاذ حمزة أن العلاقات الأهلوية الرجوية ستظل دائما متواجده وستظل دائما هم الكبيرين الحقيقه اللي دائما بيعلموا القاره الافريقيه ايه اللي بيحصل. اكيد ده بكل تاكيد، هي على مر السنين وعلى مر التاريخ دائما العلاقه الرجويه الاهلاويه علاقه كبيره جدا. انا في مباراه الذهاب كنت متواجد في القاهره، تواجدت مع زميلكم وزميلنا الاخ العزيز محمد سعيد، اخترنا مع بعض في النادي الاهلي. نعم. توجهنا للملعب مع بعض، كذلك الزملاء سهلوا عمليه دخولنا الى الملاعب، وكان هناك كذلك ترحيب بالبيئة. هنا في المغرب نفس الأمر، فريق الرجاء رحب بفريق الأهلي، فريق الأهلي أقام في واحد من أفخم الفرص والفنادق هنا، بل كذلك تم منحه أفضل ملعب للتدريب. أعتقد في الأخير هي دائما الروح الطيبة والروح الأخوية هي التي تطبع مثل هكذا مباريات. ما أجز ربما غضب الجماهير الرجاوية وما يعني الآثار حفيظة الجماهير هو الخطأ الذي ارتكبه الحكم في مباراة الذهاب، غير ذلك الأمور كلها كانت جيدة وكانت في إطار تنافسي شريف بين فريقين كبيرين يعتبران من كبار القارة السمراء. هل النهارده او شفت النتائج اللي حصلت النهارده ازاي؟ لسه طبعا في مباراه هتتلعب الساعه 12، ولكن شفت بقيه النتائج النهارده ازاي في دوري ابطال افريقيا؟ طبعا خروج سان داونز وتاهل بترو اتلتيكو وتاهل وفاق سطيف على حساب الترجي. اكيد اول شيء نبدا بالمفاجاه الكبيره، وفاق سطيف اعتقد على انه فاجأ الجميع، الترجي الرياضي ربما لا اقول استصغر الوفاق لانه الوفاق تاريخ كبير في الكره الجزائريه والعربيه والافريقيه، لكن ربما كان يعتقد ان حظوظه وافره اكثر، ومع ذلك تفاجأوا بهدف في الدقيقه 20، بعد ذلك عرف الفريق الجزائري كيف يحافظ على النتيجه. المباراه الاخرى بيترو اتلتيكو تطور الاداء، بيترو اتلتيكو الذي انهزم امام الوداد هنا في المغرب في الجوله الاخيره من دور المجموعات بخماسيه، ليس هو بيترو اتلتيكو الذي واجه سان داونز ذهابا وايابا، اعتقد على ان هناك تطور ملحوظ، فريق يستغل اقصى الفرص وعنده تلك النجاعه الهجوميه الكبيره، لا يصنع الكثير من الفرص ويستغل الفرص بطريقه كبيره جدا. تاهل مستحق لبيترو اتلتيكو على حساب ماميلودي سان داونز. اليوم الانظار تتجه صوب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء مره اخرى، مباراة كبيرة، الوداد الرياضي يستضيف شباب الوداد، الوداد عاد بفوز ثمين من خارج الديار 1-0، وهو الذي لعب المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 7 أو 8، اليوم يستقبل شباب الوداد، حظوظ الوداد كبيرة جدا، لكن أنا واثق أن الوداد الرياضي سيلعب المباراة وكأنه لم يفز ذهابا من أجل أن يحافظ على تركيز لاعبيه ليؤمن عبوره إلى نصف النهائي، وبعد ذلك الوداد عنده كل الإمكانيات وعنده كل المقومات لينافس على لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي ووفاق سطيف وبيترو أتلتيكو. الأهلي وفاق سطيف غالبا الوداد وبيترو أتلتيكو، مين اللي ممكن يصعد إلى الدور النهائي من وجهة نظرك؟ هي الوداد، الوداد شباب الوداد يعني المباراة لم تنطلق بعد يعني، ولكن أنا بتكلم على الحظوظ الأكبر يعني. أكيد يعني
بالنسبه لمباراه الاهلي انا اقول يعني يعني حسابيا نتحدث بلغه الارقام حتى نكون منصفين، الاهلي حظوظه قويه ووافره جدا تاريخيا وكذلك في الحاضر مقارنه مع الفريق الصيف، سواء على المستوى الفردي لعدد من اللاعبين او على المستوى الجماعي، فريق الاهلي فريق يعرف كيف يلعب وعنده لاعبين مميزين، عنده لاعبين نقول في المغرب حريفيه يعني يستغلون يعرفون كيف يخطفون الفوز وما فعلوه امام الرجاء. كذلك بيترو اتلتيكو اعتقد حظوظه كبيره جدا، لكن لو تاهل الوداد وهو الحظ او وهو صاحب الحظ الاوفر في مباراته امام بالوداد اليوم سيكون حظوظه وافره. انا اتوقع بشكل كبير اتوقع ان النهائي سيكون بين الوداد الرياضي والاهلي المصري في هذه النسخة من دوري ابطال افريقيا، وان كنا لم نبلغ دور النصف النهائي بعد، لكن اتوقع الوداد والاهلي المصري في النهائي. نتمناها ان شاء الله نهائي عربي. انا بشكرك جدا صديقنا العزيز وزميلنا الاستاذ حمزه شتاوي من الناقد الرياضي طبعا في جريده هاسل سبورت المغربيه، بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك الدائم الحقيقه معانا، وهذه هي اللي انا بتكلم فيها او هو ده اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم. انا دائما العلاقات الاهلاويه الرجاويه هي علاقات جيده جدا وستظل زي ما قلت لحضراتكم الكابتن خطيب، او خلوني ابدا مع حضراتكم بالكلام، الكابتن خطيب بيهدي درع وعلم النادي لرئيس الرجاء ويشكر الاشقاء المغاربه، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والذي ترأس بعثه فريق الكره في المغرب قام باهداء درع وعلم النادي الى السيد انيس محفوظ رئيس النادي الرجاء، كما أهداه تيشيرت النادي الأهلي مدونا عليه اسمه في رسالة شكر وتقدير لنادي الرجاء وجماهيره المحبة لكرة القدم، وردا على ما لقاه فريق الأهلي باستقبال طيب وكرم ضيافة وتعاون واضح يعكس العلاقات الوطيدة التي تربط ما بين الناديين الكبيرين النادي الأهلي وشقيقه نادي الرجاء. وعبر الكابتن محمود الخطيب عن امتنانه لرئيس الرجاء وزملائه بمجلس الإدارة على ترحيبهم وحرصهم على علاقة الأخوة التي يراها رئيس الأهلي أهم من نتيجة أي مباراة، وقال إن النادي الأهلي يعتز بعلاقاته بكل أشقائه من الأندية العربية، لكن تبقى علاقته بالرجاء المغربي ذات طبيعة خاصة لا سيما أن هناك تآلفا ومحبة كبيرة بين جماهير الناديين الكبيرين. حاجة محترمة جدا 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 زي ما قلت لحضراتكم امبارح، المباراة مرت على أكمل وجه، أكمل وجه، مش فارق خالص إيه اللي حصل في المباراة، ولكن تظل دائما العلاقات الأهلوية الرجوية بهذا الشكل الرائع المحترم. النهارده الصبح الحقيقة أنا صحيت من النوم وأنا قاعد بقرا الأخبار أو بتابع الأخبار، عرفت يعني على إن واحدة من البطولات الأولمبية وواحدة من البطولات الكبيرة جدا جدا في النادي الأهلي جيانا فاروق، جيانا فاروق أعلنت اعتزالها للعبة الكاراتيه النهارده بعد مسيرة أنا شخصيا بعتبرها مسيرة أسطورية، لأن تم التتويج في النهاية يعني بميدالية أولمبية في الأولمبيات الأخيرة، وبالتالي مسيرة أسطورية لبطلة أسطورية وستظل دائما أو سيظل اسمها دائما محفور في سجل أساطير الرياضة المصرية والكاراتيه والرياضة النسائية بشكل عام على المستوى العالمي الحقيقة مش على المستوى المحلي. النهاردة فوجئنا الحقيقة بقرارها أو قرار اتخذته طبعا النهاردة الصبح باعتزال هذه اللعبة الرائعة لعبة الكاراتيه بعد 21 سنة اشتغلت فيهم جيانا على نفسها من النجاح ومن العطاء مع النادي الأهلي. طيب خلينا نعرف ايه سر هذا القرار من البطلة الأسطورية جيانا فاروق. جيانا يعني الحقيقة في مثل هذه الأمور أنا مش عارف أقول لك إيه، ولكن كلنا الحقيقة فوجئنا بهذا القرار صباحا النهاردة. يعني أولا خليني أرحب بيكي في قناة الأهلي ومع جمهور النادي الأهلي، ولماذا اتخذت جيانا مثل هذا القرار الآن؟ أهلا وسهلا بحضرتك كابتن، وأهلا وسهلا بكل جمهور الأهلي. والله كابتن هو لا جيانا معلش تعالي يمين او شمال شويه عشان الصوت معلش بعد اذنك. اوكي اتفضلي. انا بس بقول لحضرتك ان انا مؤمنه ان الحياه مراحل، وان يعني كل مرحله بتبتدي لازم تنتهي ونبدا مرحله جديده. انا بقالي كتير قوي معطله حياتي ومعطله شغلي بسبب الكاراتيه والتفرغ للتمارين، ويمكن الحمد لله يعني ربنا توج ده في الاخر بميداليه اولمبيه.
فقررت اني اتجه بقى لحياتي العمليه شويه يعني كطبيبه صيدلانيه، وابدا بقى شغل في مجال الصيدله باذن الله. هنقول لك يا دكتور يعني بعد كده، مش يعني هنقول لك يا كابتن، هنقول لك يا دكتور. بحاول اجتهد والله. لا ربنا يديك الصحه يا رب ودايما تفضلي كده. لكن يعني كيفيه اتخاذ هذا القرار في مثل هذا التوقيت؟ يعني الحقيقه ان انت تكوني واخده ميداليه اولمبيه، الكل كان بينظر على ايه اللي هتعمله جيانا خلال الفتره اللي جايه، يعني خدتي القرار ده امتى؟ ازاي انت قلت لنا او بتقولي لنا ازاي ان انت عايزه تهتمي بالنواحي او بحياتك العمليه يعني، فامتى خدتي القرار ده يا جيانا؟ والله يا كابتن هو طبعا كان قرار صعب بالنسبه لي، اخذ مني شهور يعني. انا من ساعه الاولمبياد في شهر 8 اللي فات وانا بفكر في الموضوع ده، ما كنتش قادره اخد الخطوه خالص. يعني 21 سنه من عمري بمارس فيهم رياضه الكاراتيه، حياتي كلها وتعلقي بالرياضه زي دي كان كبير جدا جدا. قعدت يعني من شهر 8 اللي فات بفكر في القرار بتاع الاعتزال، هل اعتزل؟ طب لا لسه شويه. بس يعني قررت ان يعني الحمد لله هو ربنا اداني اكتر مما استحق بكتير في اللعبه بتاعتي، والحمد لله برضو ربنا يعني توجني ميدالية أولمبية في الآخر. فحبيت إن أنا يعني زي ما بيقولوا كده أختتم مشواري وأنا on the top على اللعبة يعني. فحسيت إن ده أنسب وقت يعني لو هعلن اعتزال. طيب يعني كيف نستفيد بقى من جيانا خلال الفتره؟ انا عارف ان انت عايزه تتجهي شويه، او انت زي ما انت قلتي انت عايزه تتجهي شويه لحياتك العمليه، ولكن في النهايه اعتقد ان انت اصبحتي مثل لبنات مصريات كثيرات، يعني شايفين فيكي بطله اولمبيه. وصلت للاولمبيات وخدتي ميداليه كواحده من السيدات اللي دايما الحقيقه بيعلوا اسم مصر. يعني هتعملي ايه بقى الفتره الجايه برضو علشان الفتره دي خلي بالك انت اصبحتي مثل كبير جدا لكثير من سيدات مصر او بنات مصر يعني. ربنا يخليك يا كابتن. والله يعني انا يمكن الفتره اللي فاتت من ساعه الاولمبياد والفتره اللي جايه كنت بدات ادي توكس، بتكلم مع الناس عن اهدافهم وعن ازاي يوصلوا لها وازاي يحققوا الحاجات اللي هم عايزينها. بحاول انقل لهم خبرتي البسيطه في حته زي دي. هتجه برضو اكتر في الفتره اللي جايه للمجال الاداري شويه برضو بالنسبه للرياضه. يعني لو في مثلا مشاريع ليها علاقه بالرياضه مثلا او تنميه الرياضه في الدوله، اي حاجه طبعا تخص الكاراتيه اكون طبعا تحت امرهم في اي وقت. يعني كان نفسي ان انا طبعا اكون متواجده في مجلس اداره النادي الاهلي في الانتخابات اللي فاتت، بس لولا ظروف سفر يعني خلال الكام شهر الجايين مش هبقى متواجده اصلا جوه البلد لفتره. فيعني اتمنى ان في الانتخابات الجايه باذن الله تشوفوني يعني. ربنا يوفقك يا رب. ويعني دايما اللي زي جيانا يا جماعه بنبص لها زي ما قلت لحضراتكم ان هي مثل كبير جدا لكثير من سيدات وبنات مصر الحقيقه، لانه شفنا هي عملت ايه وجابت ميداليه لبلدها ولناديها، وستظل دائما خلال الفتره اللي جايه الحقيقه متواجده باسمها وحتى بالفعل خلال الفتره اللي جايه. هل من الممكن ان يكون في شيء مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه يا جيانا؟ شيء زي ايه؟ يعني تدريب من الناحيه الاداريه زي ما انت اتكلمتي، ان هل من الممكن ان تدخل الاهلي او المنتخبات الوطنيه يعني؟ والله انا تحت امر النادي في اي وقت يعني. انا دايما بقول ان النادي الاهلي ده بيتي وانا اتربيت فيه، وانا تحت امرهم في اي وقت احتاجوا مني. طبعا متواجده في جهاز فني او اداري عمري ما هتاخر، يحتاجوا ان انا اكون موجوده معاهم في الاتحاد برضو عمري ما هتاخر يعني. طيب اخيرا لو عايزه توجهي رساله بقى لجمهور النادي الاهلي من خلال شاشتكم شاشه قناه النادي الاهلي. طبعا حابه ان انا اشكر جمهور الاهلي على مساندته ليا في طول فتره لعبي وعلى دعمهم المستمر وعلى تشجيعهم ليا دايما. يمكن انا بقول ان اللي بيكمل فرحه المكسب انك تلاقي ناس فرحانه بالمكسب اللي انت عملته، وان الناس في ناس متابعاك وفي ناس شايفاك وفي ناس اتبسطت. ويمكن انا تابعت تعليقات ناس كتير قوي من جمهور الاهلي بعد الاولمبياد اللي فاتت، وحقيقي كانت من احلى التعليقات اللي مرت عليا، ويا رب اكون انا قدرت افرحهم. انا بشكرك جدا جدا البطله الاسطوريه الحقيقه جيانا فاروق، بتعلن اعتزالها رسميا من خلال شاشتكم شاشه قناه النادي الاهلي زي ما حضراتكم شفتوا. نتمنى لها يا رب كل التوفيق سواء في حياتها العمليه، وخلي بال حضراتكم النادي الاهلي دائما ما يسعى ان تكون
دايما ابواب النادي الاهلي فيها مثل هؤلاء الكوادر او مثل جيانا فاروق ومثل كثير من الاسماء اللي حضراتكم بتسمعوها، ان شاء الله يكون لها دور ودور مهم خلال الفتره القادمه مع النادي الاهلي ومع بلدها ان شاء الله. طيب عايز اقول لحضراتكم ملخص التصريحات اللي صدرت من الجهاز الفني واللاعبين بعد مباراه امبارح. موسيماني قال احترمنا الرجاء وسعيد بالتاهل الى نصف النهائي. سامي قمصان بيقول قطعنا خطوه امام الرجاء وهدفنا التتويج باللقب الافريقي. محمد الشناوي بيقول نهدي التاهل لجماهير الاهلي وننظر دائما للامام. محمد عبد المنعم بيقول اعتدنا على مواجهه الضغوط ونشكر جماهير الاهلي. حسين الشحات ايضا لاعبو الاهلي قدموا اداء رجوليا ونسعى للتتويج باللقب الثالث على التوالي. عبد القادر الاهلي يستحق التاهل لنصف نهائي البطوله. وعلي معلول تاهلنا عن جداره وهدفنا الحفاظ. انا الحقيقه بالنسبه لي ان علي معلول يضيع ركل الجزاء ويصبح بهذا التركيز شخصيه مهمه جدا 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 جوه الملعب. خلي بال حضرتك صعب جدا ان انت تبقى مغلوب 1-0 وبعدين يجي بعدها ركل الجزاء تخليك ترجع في المباراه وتضيعها وتقدر تحافظ على ثباتك الانفعالي جوه الملعب في ظل اجواء جماهيريه مهمه جدا وجميله جدا في نفس الوقت. فاللي عمله علي معلول امبارح الحقيقه من قوه شخصيته جوه الملعب اعتقد ان ده شيء جيد جدا. ياسر ابراهيم بيقول ركزنا في الملعب وشخصيه الاهلي حسمت التاهل. بالفعل هو التركيز في الملعب اللي دايما ممكن يوصلك لهذه النقطه. صلاح محسن ابتدى يرجع واحده واحده. نستحق التاهل وثقه موسيماني وراء مشاركتي. وعلي لطفي قال تعاهدنا على الصعود الى نصف النهائي. الحقيقه كل هذه التصريحات بتؤكد احترام الاهلي وجهازه الفني لانفسهم وتركيزهم فقط في شيء واحد هو الملعب. الملعب فقط. هناك بعض الاخطاء وبيتكلموا عن نفسهم بس، ما بيجيبوش سيره حد تاني. ما بيروحش يقول لك والله يا جماعه اصل فلان النادي الفلاني ما صعدش، لا احنا ما بنقولش الكلام ده، مالناش دعوه. احنا دايما ما بنيجي نتكلم بنتكلم عن النادي الاهلي والنادي الاهلي فقط. ولو اي حد اتكلم عن النادي الاهلي هنبقى احنا الحائط ل مش احنا الحقيقة جمهور النادي الاهلي دائما ما يكون هو الاساس في كل شيء. فماشي النهاردة برضو التصريحات اللي اتقالت دي برضو تخليك تعرف هي اللعيبة دي او الجهاز الفني واللاعبين بيفكروا في ايه خلال الفترة الجاية. مع الاعتراف ان هناك بعض الاخطاء اللي موجودة من الجهاز الفني ومن بعض اللاعبين، ولكن في النهاية عدت المباراة دي بحلوها وبمرها. عندنا مباراة إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي أمام طلائع الجيش بنعود مرة أخرى للدوري العام المصري، ومباراة يوم السبت إن شاء الله مع سيراميكا كليوباترا. مباراة الأربعاء ومباراة السبت، بعد كده نفكر بقى في الدور قبل النهائي ووفاق سطيف وماذا سيحدث في هذه المباراة. لكن مرة تانية عندنا مباراتين مهمين جدا، طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا. الاهلي راحه 48 ساعه. الراحه دي انا عارف بتسبب ارتكاريا لبعض الناس، ولكن في النهايه انا وصلت نهائي او قبل نهائي افريقيا. لما تيجي تبص على الارقام اللي عملها النادي الاهلي خلال هذه الفتره تعرف قد ايه ان النادي ده نادي كبير جدا جدا ومحترم جدا 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 من ناحيه الارقام ومن ناحيه كل شيء. النادي الاهلي انا بقول من الذاكره يعني في اخر 10 سنين، شوف وصل النهائي كم مره، شوف وصل قبل النهائي كم مره، شوف خدنا البطولة كم مرة. هذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني. عشان كده أرجع بقى للقصة كانت دايما بتتقال، هي ليه دايما الإعلانات في النادي الأهلي أو لما تيجي تتكلم عن الأهلي إعلاناته بتبقى ضعفين ثلاثة من أي نادي تاني؟ عشان البطولات، مش عشان حاجة، مش عشان النادي الأهلي على راسه ريشة مثلا، لا، ولكن عشان بطولات النادي الأهلي، عشان إنجازات النادي الأهلي، عشان البطولات اللي بتخش دولاب النادي الأهلي، فبتخلي كل الناس بتجري على النادي الاهلي عايزه تربط اسمها باسم النادي الاهلي بس. هو ده الفارق الكبير جدا، ان النادي الاهلي عنده 70 80 مليون اهلاوي واقفين في ظهره. هو ده الفرق، وهو ده دايما اللي دايما بنقوله، بس الناس اللي عايز يفهم بيفهم، اللي عايز يفهم بيفهم. لما تعمل او اي حد في افريقيا كلها لما يعمل نص اللي النادي الاهلي عمله يعني ساعتها يقدر يتكلم. طيب
الاهلي زي ما قلت لحضراتكم اعلن سداد تكلفه الحكام الاجانب، وبيترو اتلتيكو يطيح بسان داونز، يطيح بسان داونز من دوري ابطال افريقيا ويحجز مقعده في المربع الذهبي. الحقيقه المربع الذهبي النهارده سيكتمل ما بين شباب بلوزداد والوفاق والوداد المغربي. الوداد المغربي كان فاز في المباراه الاولى اللي كانت في الجزائر 1-0، وبالتالي فرصته اكبر في التاهل من ملعبه في مركب محمد الخامس. برضو النهارده المباراه هتتلعب الساعه 12 بالليل، هتبدا بعد قليل الحقيقه او بعد ساعه من دلوقتي، وهنشوف ايه اللي هيحصل في هذه المباراه. وبالتالي الاهلي هيلاعب وفاق سطيف، بترو اتلتيكو ينتظر الفائز، وهو الفائز من مباراه الوداد وشباب بلوزداد. الاقرب الحقيقه ان الوداد هو اللي يصعد للدور قبل النهائي. تشكيل مجلس اداره اللجنه الاولمبيه الجديد بعد الانتهاء من الانتخابات. المهندس هشام حطب فاز بالتزكيه كرئيسا للجنه الاولمبيه وحصوله على 28 صوت من اصل 28 صوت. نائب الرئيس الاستاذ علاء، كابتن الدكتور علاء جبر برضه بالتزكيه، فاز بالمهندس ياسر ادريس برضه بالتزكيه. في منصب الامين العام فاز بالتزكيه المهندس شريف العريان، ومنصب الامين العام المساعد فاز بالتزكيه المهندس محمد عبد المطلب، وفي منصب امين الصندوق فاز بالتزكيه دكتور عبد العزيز غنيم بالحصول على 28 صوت. وفي تصويت العضويه الاصوات 27 صوت وصوت واحد باطل، نتيجه بفوز عبد المنعم الحسيني 27 صوت، والدكتور باسل عبد الله 26، معتز عاشور 27، شريف كمال 27، شريف بينما حصل الاستاذ حسن العروسي على 7 اصوات. طيب عموما يعني دي كانت اخبارنا النهارده، وزي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله هيكون كل استعدادنا وكل تركيزنا خلال الفتره القادمه ان شاء الله في مباراه يوم الاربعاء. مباراه يوم الاربعاء عوده مره اخرى للنادي الاهلي في اطار الدوري العام، ومباراه مهمه جدا امام طلائع الجيش ان شاء الله يوم الاربعاء القادم. هننتظر ايه اللي هيحصل في هذه المباراه. لاعبين كلهم واخدين اجازه لغايه يوم الاثنين 48 ساعة، والاثنين هيرجعوا يتمرنوا خفيف، والثلاث خفيف برضو، والاربع المباراة الأولى بعد العودة والصعود للدور قبل النهائي. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نقادنا الرياضيين الكبار الأستاذ جمال الزهيري، الأستاذ محمود صبري، الأستاذ عصام شلتوت، الأستاذ جمال الزهيري هيكونوا معانا. الاستاذ محمود صبري الحقيقه نتمنى له الشفاء لانه مر بوعكه صحيه، نتمنى له الشفاء. اذا هنستقبل الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ عصام شلتوت، ولكن بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بنجومنا وفي النقد الرياضي واساتذتنا الحقيقه، اساتذتنا الكبار الاستاذ الكبير الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام. أهلا بيك، كله مبروك. تمام؟ مبروك مبروك طبعا، مبروك طبعا صعود النادي الاهلي. هنتكلم كتير لسه النهارده، لكن خلينا الترحيب بس لسه. ارحب بصديقنا وأخونا الكبير واستاذنا استاذ عصام شتوزك. استاذ عصام اهلا بك كابتن، كل سنه وحضرتك طيب، وفي العشر الاواخر يا رب يقبل دعاء المصريين والعالم اجمع يا رب بخير يا رب ان شاء الله، الله. وفاتحه خير برضه على النادي الاهلي ان شاء الله. كل سنه وانت طيب، ومبروك طبعا تاهل النادي الاهلي في هذه المباراه الصعبه يا استاذ جمال، اللي بتخلينا في ظل الاجواء الجماليه. ولكن معلش قبل بس ما ابدا مع حضراتكم لانه مهم، انا لما سئلت قبل المباراه قلت لهم يا جماعه المباراه فنيا احنا افضل، لكن قد تكون الاجواء الجماليه. لو سالتني انا كلاعب اقول لك ان انا نفسي احب العب الماتشات دي قوي. ايه راي حضرتك؟ بص، هي اولا المباراه يعني فنيا فعلا نادي الاهلي هو الافضل. نعم. وهو المرشح الاكبر. نعم. لكن نتيجه المباراه الاولى اللي كانت في القاهره واحراز الرجاء لهدف كان مهم جدا بالنسبه لهم، اعتقد ان هو صعب او زود اهميه المباراة. بالنسبه للنادي الاهلي طبعا ضاعف بقى المشكله كمان الاجواء، مش هقول الاجواء مش هوصفها بانها اجواء غير رياضيه، هي اجواء رياضيه لكنها ملتهبه جدا بنسبه كبيره جدا، اجواء يعني جميله وبنشوفها كتير يعني بالظبط، لكن بعض طبعا الحاجات لكن اللي ممكن تشكل لو لعبتك مش على المستوى الارادي والتحدي على المستوى المطلوب ممكن تاثر فيهم جدا. وده اللي يحسب جدا
ويخلينا ما نتكلمش كتير قوي في النواحي الفنية أثناء المباراة بشوطيها، لأن المباراة بدأت أولا بهدف مبكر لفريق الرجاء، فده ألقى على لاعبي الأهلي مسؤولية كمان كبيرة. الفارق اللي انت ده بيفكرني شوية بمباراة مصر والسنغال، يعني تقريبا الجون جه برضو في وقت مبكر، فانتهى الفارق اللي انت رايح بيه. يعني انت رايح أساسا ومحتفظ بفارق هدف، فمعنى ان انت تفقد هذا الفارق في الدقائق الأولى. لكن انا بعتقد ان فرقة النادي الأهلي اتعاملت مع هذا الوضع وإضاعة ركلة الجزاء برضو، اعتقد ان ده بيضغط اكتر كمان. ما انا لسه هقول لحضرتك ايه، رغم كمان ان انت قدرت ان انت تتخلص من المشكلة اللي ترتبت على احراز الهدف بتاع الرجاء، انت كمان اضعت ضرب الجزاء في وقت مهم جدا. انا بعتقد برضو يا استاذ جمال، ما اعرفش صح ولا غلط، قول لي يعني. انا بشوف ان النادي الاهلي الشوط الاول تحديدا او الشوط الاول ما بعد الهدف اللي دخل فينا واحده من افضل 40 دقيقه او 45 دقيقه للنادي الاهلي. ما هو ده الفرق. يعني لما تيجي تقارن المباراه دي بمباراه مثلا منتخب مصر والسنغال، اعتقد ان منتخب مصر لم يتعامل مع مباراته أمام السنغال بنفس الروح. نعم. يعني وهنا ده شيء يحسب جدا للعيبة النادي الأهلي. إن هم بعد ما جه الهدف في الدقيقة 4 أو حاجة كده مبكر. مبكر جدا. تحولوا وأصبحوا بيلعبوا على إن هم خلاص ما بقاش فيه الفرق اللي أنا محتفظ بيه اللي هو مريحني، فبلعب على إني أولاً إن أنا لازم أجيب جون. لما يضيع كمان فرصة إحراز الهدف من خلال ضربة الجزاء، لا ده برضو يعمل رد فعل سلبي على فرقة النادي الأهلي. مظبوط. ومع ذلك لم يفقد الفريق تماسكه وسيطرته إلى أن أحرز الهدف قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، يعني مظبوط. يعني في الدقائق الأخيرة. فمسألة بقى الشوط الثاني أنت تلعبه إزاي، أعتقد أن الأهلي كان خلاص متحكم في الريتم. انا هجي لك في الشوط الثاني يا استاذ جمال، لان ده مهم جدا. اتفضل. مع بدايه الشوط الثاني ماشي، كانت البدايه معقوله بالنسبه للنادي الاهلي يا استاذ عصام، ولكن بعد كده فوجئنا الحقيقه بتغيير. وانا بتكلم في الموضوع ده ليه؟ يعني لانه لازم اتكلم فيه، لان مصر الاهلاويه كلهم اتكلموا في هذا الامر. لماذا تم تغيير حسين الشحات؟ لما قعدت فكرت لقيت ان من الممكن جدا، وحضرتك برضو صحح لي لو شايف وجهه نظر مختلفه، ان لقيت ان ايمن اشرف لما نزل قفل مع علي معلول الجبهه دي، لان كانت مفتوحه سنه شويه، ما كانش فيها ناحيه دفاعيه اكتر سنه شويه. هي وجهه نظري، هي دي قد يعني تكون يعني رجاحه التغيير من وجهه نظر السيد موسيماني كان هيعملها بحسين الشحات او بغيره. لكن الاول بس عطفا على الفرق بين ما قدمه النادي الاهلي وما قدمه منتخب مصر، هو فرق اداري قبل ما يبقى فني. بمعنى استجاب مسؤول النادي الاهلي لان التحفظ على ما قد يحدث والتواصل حتى دون اعلان للميديا، لانه الاهلي بينه وبين المغرب النادي الرجاء، مصر والمغرب، ده الكلام الكبير اللي يتقال، دوله واحده، وهناك ايضا بروتوكول بين الاهلي والرجاء. فكان التواصل مش سرا لكن في المضمون، يعني تواصل النادي الاهلي مع معالي السفير المصري هناك، رجل محترم يؤدي عمله، تواصل مع مسؤوله الكاف المنظمين، وقرأ على اللاعبين انه مش هتنزلوا الملعب غير مؤمنين. واعتقد انه كان في لائحه كمان بتقول حين ترى الليزر عود الى الدكه، وهذه هي الاداره المحترفه 100% من غير بقى ما تصير ضجه ولا ازازه تتحدف فتروح راددها للمدرج. ليه؟ لان انت كمان اتقال لك ضمن منظومه الحوار الاحترافي ده ان دي مش المغرب، دي مجموعه صغيره، وهذه ملاعب تلتهب جماهير يعني طبعا تلتهب 3 4 يعني مش يا سيد الفاضل، لكنهم بيقدروا يعملوا الزخم ده بيقدروا. وعلى فكره هناك فارق بين امن الملعب بقى والموظفين، واذا كان هو مشجع، وبين الشرطه المدنيه اللي لما تواصل مع السفير مع مسؤوله الدوله بقى المغربيه، فورا الشرطه امنت واغلقت، بس كان الملعب اتملى، وبالتالي ضبطوا ما تبقى من اوقات في السكه دي اللي هي شويه الحماس. لا وبعدين يا فندم احنا شفنا هذه العلاقات يا استاذ عصام ما بعد نهايه المباراه. لا ما انا لسه جاي لحضرتك، ده اسمها كمان ما بعد نهايه المباراه ده تحديدا. هو لو انت بقى يعني
لكن العلاقات لا هي لو الكل مش حكايات بس العلاقات خلاص اصل دي من افضل تقريبا العلاقات العربيه لكن نعم. كمان انت بتتكلم على ما تم خلال واثناء المباراه الذي يؤكد ان كتيبه موتوره غير اما تتكلم عن شعب لا يجوز ولا يصح وده اللي قاله كابتن حمود الخطيب واللي اكده معالي السفير والتكريم الرائع لرئيس النادي الرجاوي من الكابتن محمود الخطيب ايمانا واعترافا بما قدمه النادي ومنظومه الدوله المغربيه لكن على الكاف بقى تعود هنا الاحترافيه ايوه استاذ عصام هو احنا امتى انا بجد والله العظيم انا بقول لك بقى انا لما شفت ما فعله جمهور ليفربول في مباراه مانشستر يونايتد مع رونالدو ولما جت الدقيقه 7 ورفعوا التيشيرت بتاعه وكل الملعب بما فيهم المدير الفني بيسقف ها و ايه الجمال ده لمثل هذه ما هي كابتن لكرة القدم كابتن ما هي الحاجات دي يا كابتن الحاجات دي برضو ما تظلمناش كشعوب عربية هذه الأشياء تغرز كما المدرس والتلميذ حين يعرف التلميذ انه لو ما راحش بكرة حافظ النشيد هيتلسوع هيحفظه ما تسيبوش لنفسه وتقول لي مالك مربي قال من عند ربي ده برضو بتبقى 1% اذا حدثت يعني انا بتكلم عن الاتحاد الافريقي امتى بقى ما هو ده اللي بقوله لحضرتك يعني احنا دايما لكن الاهلي بنتكلم عن الحكام بنتكلم عن عدم التنظيم كابتن كل ده محتاج جيل لكن الاهلي خد بقى بالاقوم وتصرف بمسؤوليه واحترافيه حتى امبارح هو ده المهم بقى. ان الكابتن سيد عبد الحفيظ لعب دور غير عادي ولاول مره يطلق في افريقيا انا امين على يعني بضاعه بتاعت النادي الاهلي ثمنها مئات الملايين لن اجازف بها مش مجرد ارواح بشريه امن لي الملعب تلاقيني جاهز لان انا اعرف المغرب اكتر منكم يا كاف لكن ما يحدث يثير القلقل الراجل الامني امن وخرج اللاعبين للتسخين كابتن سيد فتح السبيكر مكالمه الكابتن خطيب سمعوها الشباب في الاوضه انتوا في بلدكم انتوا كذا انتوا ما فيش اي حاجه كل ده مجرد التهاب من مجموعه انتهى الامر يا شباب نزلوا سخنوا وأدوا المباراة. المباراة في مجملها التغيير اللي حصل بيدل على إنك أنت آن أوان بقى إن الناس تقول إيه عشان الحكاية دي زادت قوي. زادت ما بين كراه الأهلي اللي عايزين يطلعوا القطط الفطسة بدعوة إنه لازم موسيماني يحصل عنده أبجريد أو يتغير خالص وبين محبين أهلاوية حقيقيين برضه عاوزين يحققوا المعادلة الصعبة بتاعت الأداء الأفضل والفوز. صح. لكن أنا الأوان بقى إنك تسيب بقى إيه الموس يعمل اللي يعمله. هو أنا تساءلت وبالتالي لأن الكرة ربطها بالحظ 100% صح. طبعًا. فلا تكسره بيدك. صح. هو الراجل عمل إيه برضه؟ ما هو أنا لا هناك بعض الأشياء يمكن الحوار حولها أستاذ طبعًا ما عشان كده إحنا أصل ناس كتيرة تقول لك إيه يعني أنتوا هتتكلموا أيوه يا سيدي هتكلم عن تغيير لأن كل الأهلوية بيتكلموا عن تغيير حسين الشحات مش انا لوحدي شوف يا كابتن هنا حضرتك لوحدك هنا هتيجي بس عشان ما تضيعوش فكرتي قبل بس ما نكمل اتفضل كم اهلاوي يكلمك سالك السؤال ده لا كتير ما بهزرش والله وقدهم مرتين لو انا غلط وقدهم مرتين بيقولوا طيب. لا ما حدش يتكلم انا بس عايز اكمل الفكره اتفضل موسيماني ليس لديه متسع من الوقت حتى لو عايزين نقول له حاجه اعملها ما فيش متسع من الوقت لان هو لما بيقول انا اوصلك ومش عارف ايه وما اعمل ايه لا تعمل انك تخليهم يجيبوا يعني تدربوا اكتر فيجيب الجون يعني يومين اجازه يا عم خدهم تكتيكي خد الفرود فرود والباك باك مثلا يعني اتصوري انا لكن هو ما عندوش وقت لانه عايز راحه ربما تكون سلبيه مثلا من وجهه نظره الفنيه طبعا الجهاز كمان لابد انه يتمط لان امبارح موقف تغييره محمد عبد المنعم باعتراف الاداره الفنيه ان هم يعني تصوروا انه ينادي انه مصاب لو هم 4 5 6 7 زي ما قلنا لكن برضو ده مش وقت دخول انا بتكلم اهو ده وده دخول افراد جديده نعم. اذا هو يحتاج ان تتركه يستكمل تدوير البطوله الافريقيه وحسنا فعل النادي الاهلي انه طمن لاعبته ان من هنا وطالع والحمد لله انا والاستاذ جمال قلنا عندك هنا ده مش حكام اجانب بس نفس النص تقريبا ده لازم يبقوا من 5 دوريات الكبيره ومن القايمة الدولية اللي فيها 50 واحد لا يمكن 50 واحد بالفعل أنا عددهم 49 حكم دولي في الخمس دول الكبرى أيوه. لا يمكن يكونوا مشغولين في وقت واحد زي ما الكابتن عصام بيقول لا يمكن وهذا ما طلبوا النادي الأهلي إذن أنت لابد أن تطلب أستاذ عصام أنت عارف إن معلش هاخدك في النقطة دي مهمة جدا وأستاذ جمال برضه معانا بالنسبة لموضوع التحكيم كل وحضراتكم أساتذتنا في الموضوع ده كل ما يثار خلال هذه الفترة أو كل اللي هم بيرموه من لجنة التحكيم إيه
ان النادي الاهلي ضد التحكيم مش صحيح. لا ده انا هو ده هو حضرتك ما سمعتش اليومين اللي فاتوا دول تحديدا؟ لا انا مش صحيح. اليومين دول اليومين اللي فاتوا دول بيتبعت لك وبيتقال لك او بيحاولوا يودوك للاتجاه ده علشان تبقى قاعد اللي هو انت كواحد اهلاوي يقول الله هو فعلا يا جماعه لا يا جماعه لا يا جماعه النادي الاهلي. وفي ناس بتصور لك ان النادي الاهلي مش هياخد البطوله غير بالحكام الاجانب. هو ده مش حقيقي. لا مش حقيقي طبعا. انت لو اديتني حكام كويسين في ظروف عداله للمباراه هلعب واكس عداله للفريق. عداله للفرق على فكره كلها. المساواه في الظلم عدل يعني الظروف العاديه يعني لو انا ما سلمتش على حضرتك ما سلمش على استاذ هو غلط. ما هي كابتن بيسموها في التحكيم رسميا. انا عارف طبعا حضرتك عارف استاذ جمال بنقول للجمهور العظيم ده اسمها نفس المعايير بالظبط. العداله على لعبه تطرد جمال الزهري على نفس اللعبه حتى لو اللعبه دي انت شايفها انت حر بقى مالناش دعوه لكن معايير مختلفه. لا لعيب يقابل حكم ياخده بالحضن لا واللي مش عارف واحد يقف يهزر معاه لقيتين ثلاثه. هو الحكم لازم يبقى حكم يروح دوره رمضانيه ازاي يعني انت بتهرج؟ دي معموله للمعتزلين فعليا في الايام الكرنفالات سيبوا حاجه للمعتزلين ممكن ما يكونش العالم عنده يعني رمضان في ديانات اخرى لكن عنده كرنفالات اخرى طبعا. لا يمكن يا كابتن تجد فيها حكم صفاره او رايه يعني من الفيلد او عامل يجي عشان يدير يا جماعه ما تكسرش الحاجز. القاضي يا كابتن اسلام طب ده في مصر يا حين يدخل الى الجلسه والخصمين موجودين لو يعرف واحد فيهم بيستشعر الحرج يا راجل بالظبط كده مش بيسلم عليه. انتوا بتهرجوا وبعدين تقولوا النادي الاهلي. النادي الاهلي ليه قال حكام اجانب؟ لانه رفض انه يجيبوا اجانب يطوروا التحكيم. طب خلاص بقى يبقى انا البوله اللي انا شغال فيها الصناعه اللي بتدر ارباح انا لا بستلف ولا بقترض بل على العكس امول فرقي عندي مبيعاتي عندي 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 خسائري فلوس مش بس القاب. الموضوع مش هوايه مظبوط وحسنا فعل النادي الاهلي. اذا جيت انت بقى لفكره انا 70 80 مليون اهلاوي بيتحرق دمي على صحيح. يعني انا ببقى قاعد انا اسلام وانا راجل اهلاوي فتيجي تقعد تتفرج على الماتش طب خلاص جت كره مثلا الحكم لازم يروح للفار خلاص ما يروحش ابقى قاعد انا بقى ايه ماسك شعري وعمال اخبط دماغي كان اعظم. نعم وما خفي كان اعظم. الحوارات اللي بنسمعها ولما تيجي تقول له اسمع الفار لو سمحت فيقول لك الاهلي. مين قال لك ان الاهلي عايز يروح هو يسمع الفار؟ ده بيقول لك اعمل كما العالم. النموذج بيقول اي حاجه خلافيه هات واحد من لجنه الحكام بالزبط. واحد من لجنه المسابقات واحد من رابطه الانديه المحترفه اللي هي مسؤول الانديه قال لك النادي وقعدوا يتريقوا على الكلام. طبعا عشان يبوظ لك الصح. لا يا فندم هو مش اللي عمل كده هو مش فاهم. لا فاهم لا والله طبعا بس هو مش عايز حاجه صح. طول ما مفيش حاجه صح طول ما هو مسيطر. معلش ممكن تقول لنا الصح تاني يا استاذ عصام؟ الصح مين الثلاثه اللي يروحوا؟ البروتوكول بيقول أيوة. في كل العالم يعني مش عصام شلتوت اللي بيقول؟ لا انا مش عصام ملوش دعوه عصام ناقل وعلى مسؤوليتي البروتوكول. لا انا بتكلم عن البروتوكول هو اللي بيقول. انا بقول لحضرتك انا ناقل وعلى مسؤوليتي كمان وانا قلت لحضرتك قبل كده هنا من فتره اتمنى مره حد يناظرني او يشتكيني ابقى ورقه في ملف فساد عارم يعني تمام. وبالتالي البروتوكول بيقول كل المباريات الملتبسة لهذا وضع الصندوق الأسود زي الطيارة ما تقع والعياذ بالله أو السفينة عشان يعرفوا إيه فلوس التعويضات دي الشركة اللي هتدفعها ولا الهوى صاروخ أرض أرض ولا عيب تصنيع. وبالتالي بيروح مندوب الحكم أو الحكام اللي هم اللي بيديروا الموضوع وبيروح واحد من الاتحاد الذي يدير اللعبة والمسؤولين عن الأندية اللي هي رابطة الأندية المحترفة عن الصناعة دي. الخسارة بالنسبة لك مش حرق الدم كجمهور حرق فلوس. يا إما يبقى الحكاية مال. لا والله أنا بالنسبة لي حرق الدم. لا أنت الجمهور يا كابتن أنا بتكلم يعني عن النادي. النادي طبعا النادي كده يبقى فيه بقى إيه مال اللي بيسموه إيه بضاعة فسادة الهوى مال محدش بيحاسب حد عليه وبالتالي هذا الثلاثي يجب أن يسمع. مش عايزينه يعلن عايزينه ياخد قرارات فيبان انه فاعل ياخد قرارات بقى بإعادة مباراة باستبعاد حكام بتثقيف حكام بحكم يروح سنة ياخد الابتدائيات التحكيمية مثلا من ألمانيا ويجي أي قرارات فهيبان ان هناك تدخل. لكن لما يصغروا الموضوع كده انه النادي الأهلي عايز يسمع يبقى كده بنهزر بنهزر فعلا. مش عايزين نطورها يا كابتن طب هم وافقوا ليه يا أستاذ جمال انه يجيبوا حكام أجانب؟ وافقوا لان الاهلي عنده حق قانون. لا وده قانون عنده حقيقه لانه اول فضيحه كانت هتحصل اذا لجأ الاهلي للفيفا
ايه يا عم انتوا بتقولوا ايه؟ طب ما هيبعت السلايدز اللي عنده وكل الحاجات ديت بالاجنبي اهو ها والسيديات والحركات وهتروح على هناك. ما هذا؟ ده اللي فيكوا بياخد تذكره في ماتش مثلا بتاع الصومال وبنين مش هيودوه، مش رايح بقى يحكم، مش هيودوه اصلا ضيف على الكاف. ليه؟ لان الفيفا عارف القصه ايه. زي امبارح، امبارح الاهلي قدم حزمه اجراءات كما يطور دائما، انه بعد المباراه قرر ان يمد يده بشكوى تتضمن ما حدث. اللي حضرتك بتقوله بقى هو راح ليه وما راحش ليه وعمل ايه وسوى ايه وهكذا. هو يشكو من يدير هذه الصناعه. اما بقى عن الاجزاء الفنيه فانا بقول لحضرتك هذا الرجل موسيماني اتركوه يعمل في صمت حتى تنتهي البطولتين الدوري وال11 بتوقيت الاهلي او نسميها الثالثه بتوقيت الاهلي في ام الدنيا مصر، ثم من لديه دفع جديد لمحمود الخطيب باعتباره المفوض بالشان القروي للجنه الفنيه او للشركه يدلي بدلو واكيد هينظر في الامر ما هي النواقص كيف تستكمل وهكذا. طيب استاذ جمال برضو بما اننا بنتكلم عن التحكيم، هنا اتكلمنا عن التحكيم المحلي، طيب التحكيم الافريقي برضو احنا عندنا او كاهلاويه برضو شايفين ان عندنا مشكله كبيره جدا. مباراه سان داونز هنا في استاد الاهلي والسلام كان من الممكن او كان يجب طرد حارس المرمى لما مسك الكره من بره منطقه الجزاء والعالم كله شافها ما عدا الحكم خلاص. التحكيم الافريقي عندنا مشاكل مع امبارح ركله الجزاء اللي ضيعها علي معلول، ولكن لو تبص في ركله الجزاء خمس ست لعيبه من الرجاء جوه ال 18 وكان يجب ان تعاد ولم تعاد. هو الاول شاور اشاره على فكره وسحبها في الاول ولعبت الرجاء كانوا هيقعوا في الارض، قال الراجل اتحرك من على الخط بس للايمان. شوف هي طبعا الكلام مقفلين الموضوع الكلام على المخالفات ومستوى التحكيم. انا بتكلم التحكيم الافريقي بقى. ما هو حتى احنا لازم نعترف انا عندي ماتش قبل النهائي وماتش نهائي. لا وبعدين التحكيم الافريقي نفسه بعافيه بعافيه، بس هي الميزه اللي انا بشوفها في اداء الاهلي في ظل هذه الظروف وده اللي يخصني او ده اللي يهمني، ان النادي الاهلي يعني معلم لعيبته واولاده ان هم يتعاملوا مع هذه الظروف بعيوبها. ما انت النهارده مش هتقدر ما تلعبش غير لما التحكيم يتحسن سواء في الدوري المصري او في البطوله الافريقيه. طبعا هتلعب اوكي، لكن ازاي انت لعيبتك تفصل تبقى محاطه بسياج زي ما حصل امبارح. النادي الاهلي تحدى كل الظروف التوتر اللي محيطه بالمباراه دي نمره واحد، سواء من الجماهير او كل او من المنظمين بشكل عام يعني كل الظروف. النادي الاهلي عزل نفسه تماما. مظبوط. يعني انا دي من الاشياء المهمه جدا اللي تخليك تبقى فخور، ولذلك انا قلت كده امبارح النادي الاهلي لما بيكون انت عايز تحقق هدف وعارف هدفك ورايح تحققه بتنجح في تحقيقه. مية صحيح. مية وبعد كده زي ما قال برضو الاستاذ عصام انت بترصد المخالفات وبتتقدم بيها بس من منطلق مختلف، من منطلق ان انا عايز اطور. أيوة اشوف اللي جاي. أيوة. هذا لصالح هذا الكره الافريقيه. انا بعتبر ده شيء رائع جدا بيقوم بيه النادي الاهلي ودور لانه صحيح. النادي الاهلي دوره كده دايما ليه يا استاذ جمال؟ لانه هو كبير افريقي. بس لو برضه يا جماعه انا لما بتكلم او لما الاساتذه بيتكلموا على كبير افريقيا لانه هو كبير افريقيا بالارقام فعلا. واحنا مش بنجامل يعني مش بنقول يعني كبير افريقيا او كبير مصر مثلا يبقى كلامه خلاص، لا هي الحقيقه. احنا بنقول وانت هتختلف على ان في كبير، ما هو كبير فعلا كبير قوي في كبير قوي كمان. ايوه وكبير جدا. لا هو الفكره كلها ايه؟ انه النادي الاهلي كان ممكن ينساق امبارح لهذه التوترات وهذه الامور الخارجه شويه يعني عن يعني انت فكرتك اللاعبين. انا فكرتي الاداره. انا بعمل اداره إيه؟ اللاعبين. بص انا كنادي وكفريق وكبعثه وكلاعبين وكجهاز فني. ايوه. انا الاول قبل اي حاجه لازم احقق الهدف اللي انا عايزه. اوكي. بعد كده بقى اعترض. انت مش ملاحظ حاجه يا استاذ جمال؟ الاهلي في ظل الاحداث اللي بنحكيها دي لم يلوح مثلا انه واخد لعيبته يدخله من الاوضه او اللي يقول مش هلعب، لا خالص. هي بالخلاصه كده هو شغل معلمين. استاذ جمال قالها صح،
قال لك ما هو انت شغل معلمين زي ما انت عارف ان انت عندك مشاكل في التحكيم المصري الله. وعندك أيوة. مشاكل في التحكيم الافريقي هل ده معناه ان انت مش هتلعب تقعد في البيت يعني الله ينور لا هلعب بس هحافظ على حقيه لاعبتي وحقيه جمهوري في كل شيء ونقطه كمان يا كابتن اسلام دي مهمه انا لازم اكسب اكسب غير ان انا اكسب كمان طبعا ان انا ما تبقاش مرعوبه بص انا ممكن يا فندم النادي الاهلي اكثر المتضررين بخسارته للدوري السنه اللي فاتت و15 نقطه السنه اللي فاتت بالزبط. بسبب التحكيم المصري ايوه صحيح. لكن انا بقى دلوقتي افرض انا حصل لي الظروف يعني دي في المغرب مع كل الاحترام طبعا للشعب المغربي الشقيق طبعا افرض حصل لي الظروف دي وانا استسلمت ليها واتجريت ليها هخسر وبعد كده هقدم شكوى مش هجيب نتيجه ولا تجيب نتيجه لا انا اعمل الاول ايه كسبان وبعد أبقى كده كسبان وصعدت وحققت اللي انا عايزه وبعدين اكتب لكم ورقه طيب. فيها ملاحظاتي على تطوير التحكيم وتطوير التنظيم والكلام ده كله كذا كذا زي ما احنا شفنا ده في السنغال برضو مع منتخب مصر بس انت في السنغال انت في السنغال محدش عمل حاجه استباقيه لا يعني لم يكلف احد نفسه استاذ جمال انه ينزل جري يقول للمنسق الامني مش هلعب محدش قال للاعيبته تعمل وده ايه احنا قلنا لو لقوا ليزر يا جماعه مش كل ده مش عيب مش احنا قلنا لو الاداره الفنيه لمنتخب مصر عملت الاجراءات دي ووثقتها وتقدمت بيها قد يكون موقفك اقوى طبعا لكن مزبوط. الان انت خلاص. مصيرك في ايدي الاخرين مظبوط وبعدين طيب. اعتماد النتيجه خلاص خلاص شكرا وده اللي حصل طيب ثلاث قرارات اولهم اعتماد النتيجه قرارات مصر والسودان طيب خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل بقى هنرجع نرجع نتكلم مع أصدقائنا وزملائنا الأساتذة الكبار في الدوري العام المصري وهنقفل الصفحة دي إزاي وهنفتح الدوري العام المصري في ثلاث أيام بعد هذا الفصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين أستاذ جمال برضو لما نيجي نتكلم عن إن إحنا كل شوية نقفل ملف ونفتح ملف الله يكون في عون اللاعبين والجهاز الفني ولكن في النهاية هو ده النادي الأهلي وقدر النادي الأهلي هنقفل ملف البطولة الأفريقية وهنفتح ملف مباراة طلاع الجيش يوم الأربعاء القادم في ظل ظروف صعبة كتيرة جدا بيمر بها النادي الأهلي رقم واحد طبعا هيكون الإجهاد بلا شك ولذلك أنا يعني ناس كتيرة بتختلف مع موسيماني إن هو أنا بقولها هو بينتهز أي فرصة ويدي راحات للعيبة ممكن أكون أنا غلط يعني وارد أبقى غلط جدا بس حب أنا وهو غلط وممكن الناس كلها رأيها صح بس أنا بشوف إن لعيبة النادي الأهلي مع هذا التداخل في البطولات وبعدين خلي بالك كابتن إسلام مش تداخل لحد بيشارك يعني وخلاص لا ده تداخل على المركز الأول ومطالبة دائمة للاعبين بالحصول على اللقب مظبوط فبالتالي الراحة مطلوبة يعني زمان بقى بس طبعا احنا لعبنا قبلكم شويه كانت الكوره جبس ايامها مش كتير بس كان يعني سنتين ثلاثه لا ما انا مثلا قول سنه ونص بس كان لا مش على المستوى بتاعكم يعني لكن على الاقل انا كنت بحس كده ان اللاعب الكوره احيانا يحتاج كابتن ان هو يبقى بعيد شويه عن الملعب يريح بعيد عشان يرجع تاني الاجازات المحترفه كده بيبقى في نوع من التشوق ده بيفرض عليه خلال اجازته كابتن اسلام عاصم بالزبط. الاجواء دي انه يلعب تنس من المهم ما يلعبش كوره لا وما يلعب انت ما تلعبش ما تفكرش حتى فالابتعاد ده اعتقد مع التداخل الشديد في بروجرام النادي الاهلي او مسابقات ومسابقات النادي الاهلي والكم المطالبات يعني النهارده اللعيبه دي ما بتستريحش اصلا يعني بيخرج من هنا هتاخد البطوله دي هتروح البطولة التانية لازم تكسب البطولة هو بيخش المحل مش بيتفرج لازم يشتري كل مش معقول ايوه لازم كل حاجة مسألة برضو انا بشوف ان هي مسألة صعبة جدا ولذلك الوحيد القادر على اتخاذ القرارات في هذا الامر لان هو اللي شايف اللعيبة يعني هو المدير الفني مظبوط فده مهم جدا يعني لكن هي دايما الناس لما بتيجي تتكلم عن بيتسو موسيماني يعني في مباراة امبارح خليني اتكلم مع حضرتك بمنتهى الصراحة لان الناس كلها سألت في هذا الامر على حسين الشحات وعلى وجود بيرسي تاو وعلى نزول صلاح محسن ثلاث تغييرات اللي اتعملت صلاح محسن الناس كلها بدات تتساءل هو فين يعني انا جالي احساس معلش بدون قبل ما اتكلم جالي احساس ان صلاح محسن ده مشي فتره بقاله فتره لانه بقاله فتره بعيد انا شايف انه لما نزل
في الماتش امبارح لا كان متواجد وكويس. كابتن سامي قصده عكس ما يمكن ان يكون بقواعد ان انت لعيب جاي من بعيد او كده ما يعني مش هيشترك على طول فالناس لقوه اشترك. هي دي يا كابتن اللي قلتها لحضرتك. هو ده كلفت اللي حتى لو محب بقى وانت واثق سام فهمني في الحته صح كده يعني واحد جاي من اخر الدنيا يعني طبعا احنا نفسنا صلاح يلعب ونفسنا حسام يلعب ونفسنا شريف يلعب كل القول الفصل بقى كابتن لكن بعد ولا عندي ولا عندك من القول الفصل القول الفصل من وجهه نظرنا مش القول الفصل في التيم بالظبط لجمهورنا برضه عشان الناس تصدقنا والحمد لله او ليه بوجهه هو حر لكن انا بحاول اقول له انا شايف ايه زي ما كنت بوافقه مثلا الفريق محتاج ايوه الفريق محتاج ان الجهاز يتمط شويه انا موافقك كذا فلان وحش فلان كويس موافقك الحل بقى ايه ان حضرتك دلوقتي تكون هادئ ليه لانه امشي مع الناس بتقول لك لا لموسيماني الان الاهلي عايز لا لموسيماني تمام لا امشي معاك سؤال طب خلينا نكمل بس خلينا نكمل يعني. ها هاتوا بكمباور الان حد بقى في التقنيه يعرف كلفه جمله التغيير دي ايه فنيا ما نتكلمش عن ماديا خالص يعني ايه فريق عظيم كبير وبياخد بطولات بياخد بطولات معاه مدير فني وغير مستقر عاجبني او مش عاجبني مش وقت الكلام انا مش بقول ما حدش يتكلم يعني ايه الحوار يدور حوالين شرعانة شيء مش في ايدنا زي ما الاستاذ جمال قال طبعاً ده لانه هو القابض على الامور طب بيعمل ايه بيجيب بطولات خلاص اذا البطولات لها مواعيد المواعيد يوم 18/6 والثانيه يوم 18/9 امشيه وهو بياخد بطولات انا بقول لحضرتك عشان الاداء مش عاجبني ده لسه بقى يا استاذ جمال انا ابتديت اتكلم ان نطور الاداء ازاي لا هذا ليس وقته على فكره عايز ليس وقته برضه انا اسمع رأيك ليه بقى لانه انت مهم جدا ان تؤمن بالرجل وان تدفع بمزيد من الثقه لي وللتيم كما تفعل الاداره انا مستغرب جدا بجد والله يا استاذ جمال انا مستغرب جدا جدا ان انا ابقى لا ممكن اقول زي ما احنا بنتكلم كده ان مثلا جمال الزهيري وحش النهارده اصل عصام شلتوت ماشي وجهه نظر صح وجهه نظر طب المفروض كان يغير بس ما خدش قرار انه يمشي اسلام مكان عصام عصام مكان جمال مكان بتاع لكن في النهايه كويس يا موسيماني انت كسبت يعني لكن ده ما بيحصلش طب في يعني ناس انت عارف لا اكمل بس النقطه دي لان النقطه دي مهمه جدا الناس بتعمل ايه زي ما انا بقول لحضرتك كده ده وحش وده ما نزلش فلان وده ما طلعش علان ومش عارف ايه وما نزلش وما عملش وبتاع ما بيكملوش الجزء الاخير بقى بس كده اللي هو ايه بس برافو يا موسيماني ان انت صعدت بالفريق للدور قبل النهائي في ظل هذه الظروف وفي ظل هذا الاجهاد وفي ظل كمل الكلام يعني كمل بس الكلام حضرتك ده اللي بقوله لحضرتك اذا انت مطالب اي وجهه نظر لصالح النادي الاهلي تقال في مواعيدها امتى مع انتهاء اجراءات البطولات التي يشارك فيها الفريق والا مع احترامي يعني مين هيفهم في الكوره اكتر من الخطيب محسن صالح زكريا مش هقول اسماء تاني طيب اخر حاجه طبعا انا قصدي اقول ايه انا جايب يعني جيل ما قبل الكابتن حسام غالي كمان ما قبل الكابتن حسام غالي ادي كمان دخول جديد مع برمجه جديده بقى وهتبقى فيه فيجن اوسع وفي الاخر فيها ياسين بيه منصور لسه بقى الشركه يعني. لسه بقى ده انت عمال تدرس ورق مش رحت مشغله على طول ليه هذا رجل يعني ايه الاهلي وهو رجل بطبيعه الحال يعرف معنى الاستثمار مظبوط اما الاهم فهو ان انت بتتكلم عن كرة قدم محترفة صناعة ازاي تتكلم في ده وتنسى ان الدور الحقيقي هو ما تفعله الادارة تهيئة الاجواء للصانع اللي هو موسيماني وفريق الانتاج اللي هو اللعيبة واقفين على الماكينات عمالين يغلفوا ويحطوا لك انتهت بقى الشحنات تعالى بقى نفرز معاه ليه وعليه ونقول ده تطويره ازاي ثم يبدأ من جديد دوران هذه العجلة مرة أخرى لكن الكلام ده ما عادش ينفع دلوقتي أنا بشكرك يعني. أولا أن أنت استخدمت لفظ عجلة الإنتاج أيوة طبعا ما هياش طبعاً. ما هواش قرار سهل قوي أن أنا أبقى قاعد كده أقول يا جماعة استوب غير أنا مع الموضوع ماشي وماشي كويس يعني عايز أقول إيه برضو تكملة لكلامك يا أستاذ عصام أنه كده حتى الآن الفريق يسير في الطريق الصح اي في المحصله جايب اعلى تارجت اللي هو البطولات بالظبط ازاي انت توقف الانتاج ده عشان تقول لي ايه يعني انا ممكن اجيب لك تغليفه للشوكولاته احلى من دي ازاي يعني ازاي بمناسبه عجله الانتاج برضو ما هو انت عندك واحد من اساطير كره القدم في مصر
كابتن خطيب بعيدا عن انه رئيس النادي ومشرف على الكره وكذا، لكن اساطير كره القدم، وبالتالي عندك على الناحيه الثانيه لما تيجي بتقول مثلا كابتن خطيب اسطوره في كره القدم، ما تيجي تقول مثلا ياسين بيه منصور، ما ياسين بيه منصور اسطوره في الاقتصاد. اه طبعا يعني في اقتصاد والاقتصاد العام ما شاء الله، ودي فلوس يعني بتاعتهم، ما هياش يعني مش شغاله حاجه. وبالتالي انت عندك اسطوره في كره القدم واسطوره في الاقتصاد. صحيح. اللي يستطيع اداره رياضه بقى كمان، استطاع ان يدير او حيدير سياسه الكوره من خلال طبعا مجلس اداره النادي الاهلي مع شركه الكوره، يوصلونا الحاجه احنا الجمهور الاهلي عايزها، حاجه عالميه بقى. هو ده، ما هو معلش يعني مين، هات لي فرقه في العالم بتجمع طول الوقت في كل المباريات بين الاداء الجميل وتحقيق الاهداف. لا في كل مباريات ليفربول، لا يعني ليفربول برضو كتله من المباريات، لكن ايوه احيانا يتعصب يتعدي عليه، ومش ماتش واحد بيبقوا ماتشين ثلاثه اربعه. مش غلب مره من استو، مش فاكر من مين، اربعه كابتن وارد. اقول لحضرتك بس اخر حاجه، الجمهور لازم عشان في حد بيدسها اللي هي فكره ده راجل محظوظ، عشان يعرفوا بس ان الخطيب ده راجل بتاع كوره الحظ، وحضرتك طبعا بس انا مش سايبك الاكل عشان انت اللي تحكم بينا. لا في المقوله هو مش بيجي أحيانا يا ناس يقول لك يا شوية حظ بعد ما التيم لعب وكسر الدنيا، كيف توقف صحيح. مدرب بيصنع صح كلام ومعاه فريق إنتاج ومحظوظ، طب أنت عايز تاخد حظ ترميه من البلكونة؟ لا هات واحد بقى، أنا شخصيا بختلف جدا، هات واحد كفء جدا وبيدير المباريات كويس جدا وعشرة على عشرة ومنحوس. ما انا بقول لحضرتك ده هتقتل الناس اهو، هتاخد منه هتقتل الناس. لا مش بالضروره، احنا برضو مش بنلعب على فكره ان الحظ واحد، واحنا مش الايام، لكن ده في ركاب الكوره صح ولا لا يا كابتن؟ مش بتحتاجوها وانتوا بتلعبوا. نهار ابيض، الحظ لا ياتي لمتكاسلين. وبرضو في نفس الاطار انا اسف جدا، لان انا طبعا اتفرجنا امبارح على بين سبورتس في بعد المباراه، انا اول مره الحقيقه وانا اعرف عشق طبعا كابتن وائل جمعه للنادي الاهلي وحبه الشديد طبعاً للنادي الاهلي وكل الكلام ده، لكن انا بختلف مع صديقي العزيز واخويا يعني كابتن وائل جمعه في اللي قاله امبارح بعد المباراه الحقيقه، لانه قال لك يعني انا نفسي النادي الاهلي يكسب البطوله ويمشوا. هو ممكن اقول لك حاجه بس، كابتن وائل ينطبق عليه انه ده المحب الحقيقي، لكن كابتن وائل بس ما قالش للناس، بس عشان شايف ضغط عليه، ضغط عليه من يوسف شيبو. انا بقول لك بقى معلومات بره الهوا، يا اخي الاهلي بيلعب ليه كده يا اخي؟ فهو اللي بيلعب كده ايه؟ ماشي، قلب ماله الاهلي يا كابتن يعني. جمال انا بقول لكم اللي حصل. أيوة أيوة. فقلب جمهور، انا نفسي بقى بيرد عليهم، لا الاهلي لازم يلعب احسن من كده، الاهلي عنده احسن من كده. الدهشه اللي على اساس ان الرجاء، الدهشه اللي عندي، لان هو مش بالفصيل التاني، الفصيل التاني بيحطها سم في عسل، اعتقد وائل ما يعملهاش. لا لا وائل انت عارفه اكتر مننا يعني من الكلام ده. معلش ممكن نتكلم ان الكلام ده مهم جدا، نطلع فاصل بس اخير وارجع اتكلم مع حضراتكم في هذه النقطه، وزي ما قلت لحضراتكم بسمع بس وجهه نظر اساتذتنا في الاختلاف المحترم الحقيقه مع واحد من محبين النادي الاهلي ومن عشاق النادي الاهلي كابتن وائل جمعه، ولكن فيما قاله امس الحقيقه. ولكن نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى استاذ جمال. نعم. برضو كنا بنتكلم ما قبل الفاصل، كنا بنتكلم عن اختلافنا مع واحد من اكبر واهم ومن افضل لاعبي كره القدم في مصر، النجم الكبير كابتن وائل جمعه طبعا. واختلاف يعني اختلاف طبيعي جدا، اختلاف المحبين يعني، اختلاف محب يعني. احنا كلنا حلوه دي، اختلاف محبين، عندنا ثقه كبيره جدا، وعندنا انا شخصيا يعني عارف ان وائل يعني ده واحد ممكن يحصل له حاجه لو النادي الاهلي لا قدر الله يعني، ومحدش هيزايد على وائل، محدش هيزايد على وائل، لكن نختلف معاه فيما قاله الحقيقه. انا احنا بنختلف بس مع ايه، دي وجهه نظر. وعلى فكره هو مش كابتن وائل جمعه بس هو اللي احيانا هو اللي بينادي بهذا الامر، في ناس كتير في توجه، في كتير منهم لاعبين وجمهور محب نظرهم انه كذا. صدقني هو توجه مش كتير، هو توجه كتير، ولكن هم مش اهلاويه. هو بس انت قصدك، لا انت قصدك بقى الفرق اللي قلناه قبل الفاصل. أيوة. ده هذا محب وذاك يدوس السبب. لا بس انا ما ازعلش من برضو، لكن وائل من المحبين. ايوه هذا هو الفارق، هذا هو الفارق. لا يجب ان احنا نزعل من كابتن وائل جمعه ليه؟ لان احنا عارفين هو نيته ايه اصلا. لا لا يعني لا هو عايز كابتن حسام بيقول ما بقى في ناس عماله برضو عايزه تدلو على كل انتصار للاهلي، هو عايز الاهلي في اكمل صوره. بالظبط، وده اللي كلنا عايزينه. يعني انت نفسك الاهلي يبقى بيلعب حلو قوي وبيكسب، صح؟ زي مثلا فرحه الناس بالفوز على الهلال السعودي. مظبوط، كان في اداء ونتيجه، مش ان انت خدت تالت عالم بس، ولكن اداء ونتيجه وكسبت فريق كبير. بس ده على فكره احيان كتير جدا
يعني ما بيبقاش متوفر. يعني انا بتكلم كله دايما احكم على الظروف التي اقيمت فيها المباراه. نعم. انت محتاج ايه من المباراه وعملت صح ولا لا؟ صح. انت عملت صح. طب ما هو زي ما كنا بنتكلم في الفاصل، الرجاء لما جاب الهدف بتاعه عمل ايه؟ خلاص هو اعتقد ان خلصت على كده، المسؤول المهمة انتهت، الراجل بيقول لهم ولا يعلم رشيد الطوزي. ولكنه لم يعلم، وهذا من حسن حظ الاهلي، هذا لم يعني خلاهم هم ناسيين ان ده الاهلي برضو. يعني ما هو انت قدام، بس هو حتى يوسف شيبو بعد شيبو في الاستوديو يا جماعه ما تنسوش ان ده الاهلي، يعني لازم مع الاخر ثانيه. ايوه ما هو ده اتهم الاداره باتهامات خطيره ووصفه كذا وكذا. لا، من حسن الحظ ان هم اعتقدوا ان المباراه انتهت، وهذا لا ينفع مع النادي الاهلي. النادي الاهلي لازم اي فريق هيلعب قدامه لازم يلعب معاه لغايه اخر ثانيه. ما هو قله الخبره برضو، لان هو ما خدش باله انه ضربه الجزاء الضائعه لو هذا الفريق مش الاهلي، لو اللي بعد الاهلي على طول بقى ما يقدرش يكمل الماتش، صدقني وصل الكابتن. لا طبعا. ومع ذلك حاله فريق كمل كبير، كمل بلف نفسه وكمل ورفعت علي معلول جابت الجون. انا بقول لك انا بحيي علي معلول لانه ازاي قدر هو يمشي. هو رجل المباراه. هو فعلا تم اختياره رجل المباراه، وحمدي الحقيقه، حمدي فتحي. لا هو نفسه اعلن، وطبعا بالشناوي الرجل اداه له الرئات الحقيقه، يعني حرام يعني. يعني لا، وعلي معلول الحقيقه كان له دور برضه مهم طبعًا جدا طبعًا. ولاعب مؤثر فعلا. يعني بيبقى له شخصيه يا استاذ جمال. ما انت مختلف. في مثل هذه المباريات انت بتنتظر شخصيه اللاعب طبعا، يعني امتى يرفع اوفر وامتى ما يرفعش. انت قلت بقى دي شخصيه النادي الاهلي، في شخصيه اللي لعب في الاجواء دي يا جماعه. مظبوط مظبوط. في شخصيه الفريق وفي شخصيه لاعب اللي هو انت تقدر تعتمد عليه في المواقف الصعبه، وممكن لما يعني يفشل في احراز في تسديد ضربه جزاء يستكمل هو اليوم، بيستفيق ويعود مره اخرى بنفس القوه، ويبقى مصر على ان هو يصلح ده. ما دي واحده من المواصفات يا استاذ جمال يا كابتن الاسلام اللي بتقيس على اساسها هذا اللاعب يصلح مع فريق كبير ولا بس هو شويه كده وما تلاقوهش. فاحنا لازم نقول لبرده الكابتن وائل جمعه احنا متفاهمين. لا بالعكس، هي وجهه نظرك تماما، ونعرف جيدا ان نيتك في هذا الامر زي ما قلنا ايه، محب، اختلاف محبي. نختلف، انا شخصيا بختلف مع كابتن وانا بختلف مع اختلاف يا سيدي. قول له مش وقته. لكن برضو للجمهور اوعى حد يحط وائل مع اللي بيحطوا يعني السم في العسل. لا خالص. لا يجوز. متهيألك لا مفيش حاجه تدفعه لكده. هو الراجل كل اختلافه ده مع موسيماني اختلاف محبين فعلا. هو نفسه النادي الاهلي. لا هو استاذ عصام ودانا للسكه. لا ده يعني حصل بالفعل، حصلت يعني حصل بالفعل. تعرف لمت الاستوديوهات، انت عارف وجنسيات مختلفه كمان، يعني مش جنسيه واحده يعني. وضغوط جامده بالامانه يعني. فودتك للجمهور. لا ده الاهلي احسن من كده. فهو قال لهم احسن من كده. هو فعلا احسن. طب ما هو احسن من كده. يعني لا المطلوب مني ان انا، ما هو انا برضو كراجل لما اجي افكر في الموضوع كم اهلاوي مش انا اي حد هيقولك انا، ما هو طيب انا وصلت للدور قبل النهائي لتالت مره على التوالي. ايوه ايه اللي انت كمان يعني قلتها يا كابتن. يعني هو الرجاء يعني كان في افضل حالاته باعتبار يوسف شيبو مثلا موجود. طب ما انت هشام الخلصي قاعد برضه. طب ما الترجي يعني الترجي روح كلنا بنعدي بالظروف يعني. كلنا بنعدي. مين الافضل اللي بيحقق؟ لا ده الاهلي بقى بيكسب اي ظروف بيعبرها. الاهلي الافضل اللي هو حقق الهدف اللي هو عايزه. يعني انت وانت مسافر المغرب اقصى امنيات اي حد مشجع او محب للنادي الاهلي التاهل. ان هو هيتاهل بالفوز او هيتاهل بالتعادل. فهو عمل ده وحافظ عليه. مزبوط. يعني مع الاختلاف طبعاً في التغييرات ومش التغييرات. هقول لك حاجه من ضمن الحاجات اللي ممكن التشكيل اللي بدا بيه النادي الاهلي مثلا بدا فيه طاهر محمد طاهر. صح. ممكن ناس كتيره ما يجيش في دماغها انه يبتدي بطاهر الحقيقه. طبعا ايوه بس هو هو الاقرب وطاهر كان كويس. لا انا عندي جمله. لا انا من هنا ورايح الحقيقه يعني ايه، هو موسيماني بس اللي يقول لغايه أيوة ما تنتهي الحاله التعاقديه بتاعت البطولات. لا مش العقد نفسه اللي سنتين. ما انا بقول لحضرتك انا واحد بقول لك ده ميزه النادي الاهلي. فلازم الناس بقى تبقى ولكن ربطة. انا دايما اللي عارفه برضه ما عشان برضه تبقى رابطه واحده في الحته دي يا كابتن طبعًا. اللي هي ايه، ان هناك صيغه اسمها عقد سنتين دي مالناش دعوه بقى، دي الاداره والراجل. لكن في عقد تاني اسمه البطوله والدوري. ولكن في وسط هذه الامور وهذه
التحديات الكبيره جدا والكثيره جدا. انا كاداره كوره يعني كمشرف على الكوره وكابتن خطيب وكابتن حسام وكابتن زكريا وكابتن محسن وكابتن زكريا بيقعدوا يا جماعه مع المدير الفني وبيقولوا له إيه هو انت ليه يعني في حاجات بتحصل اكيد انا ما اعرفش ما عنديش معلومه بدي قوي لكن في حاجات زي دي بتحصل 100% طبعًا. ان الاداره بيبقى ليها دور ومهم وسط الموسم لكن الحساب زي ما احنا عارفين دورها بتاع النادي الاهلي دايما عشان نترجمها للناس انها تجلس مع الرجل من اجل انه يعملوا له كل الذي يطلبه زي ما انا بقول لحضراتكم سيبوه على راي يعني انت عايز انت ايه اللي بتاعت عادل امام عايز اجيب عصام شلتوت طب احنا هنجيب لك عصام شلتوت ما عدا اشياء خارج اطره الفنيه وبالتالي بيعرفوا بقى يحاسبوه ان تايم اللي هو في الوقت المناسب ايوه بالظبط كده. طيب مباراه اخيرا وبسرعه جدا مباراه يوم الاربعاء امام طلاع الجيش شايفها ازاي يعني هي كالعاده هي بطوله مختلفه ولكن هي البطوله الاهم نعم برضو يعني رغم اهميه التأهل للدور قبل النهائي لدوري أبطال على طريق الفوز بال11 إن شاء الله ونحطها كده في الترابيزة الشهيرة الترابيزة نحط النجمة ونحط النجمة ال11 بإذن الله كمان الدوري مهم قوي والمباراة القادمة وعندنا مباراتين للنادي الأهلي على مستوى بطولة الدوري مهمين أولهم طبعا طلائع الجيش لا. لابد فيها إن شاء الله من الفوز وارجو ان هو يعني مستر موسيماني برضه يعمل تدوير شويه ويعطي الفرصه ده وجهه نظري الشخصيه لحسام حسن لصلاح محسن يريح ممكن يلعب سميها لمن يراه سميها لمن يراه انا واخد عادي لمن يراه لكن نعمل التجربه دي الحقيقه لمن يراه استاذ عصام لو عايز لو اخيرا يعني لو عايز تقول حاجه او رساله لحسام حسن لحسام حسن اقول له في النادي الاهلي لا يصح ابدا ان انت تقلق وان انت تاخد كلام الاداره على انه في كلام تاني غيره مش هيحصل وعمرها ما حصلت كائن من كان هو كلام واحد بيسمعه انت معانا تبقى معانا هتحصل على فرصتك صحيح. اللي عملته ده صغرك قد كده اهو في وجهه نظر الجمهور بس هو صلحه على طول والاداره صحيح صلحته امشي بقى على التصليح ده وارضى بانك القدم افضل تفضل مستني القادم نعم. بس عايز بس اقول حاجه تاني قالها الاستاذ جمال بطوله الدوري هذه اهم للنادي الاهلي من اي وقت اخر نعم لانه الاهلي وضع يده على كل ده على الاقل لما قال عايز اخلي الفيروس يخلص اللي هو الفشل التحكيمي والاداري ده مفيش خلاص حصن نفسه وجايب اجانب وصارف ومكلف على اللاعبين والجهاز ان يعوا ان دوري او درع هذا الموسم مهم هام وعاجل استاذ جمال برضو رساله للكابتن حسام حسن لو حبيت تقولها له في اطار يعني اللي انا مقدر جدا معلش او مديله العذر مديله العذر ان هو يتوتر وان هو يبقى يعني نفسه ينزل ونفسه يثبت وجوده في النادي الاهلي لكن برضو بتفق مع كلام الاستاذ عصام في انه بقول له اهدأ لانك هتحصل على الفرصه وانت لاعب متميز وجيد جدا وان شاء الله هتاخد الفرصه وهتثبت نفسك وهتبقى يعني حسام حسن النجوم وهتبقى حسام حسن في النادي مره ثانيه عموما شرفتونا ونورتونا بشكرك جدا يا استاذ جمال شكرا كل سنه وانت طيب حضرتك طيب يا كابتن وكل جمهور مصر وكل جمهور النادي كل سنه وحضراتكم طيبين انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله زي ما قلت زي ما حضراتكم عارفين دايما بنكون مع حضراتكم كل يوم الاهلي في رمضان بكره هيكون مع حضراتكم كريم كوجك ونهوان سري هيكونوا مع حضراتكم على الهواء مباشرة الساعة 10 بالليل وإن شاء الله بقى نفضل دايما في ظهر نادينا ونفضل مساندين للنادي الأهلي إن شاء الله في مباراة يوم الأربع وفي مباراة يوم السبت وبعد كده إن شاء الله نرجع بقى مرة ثانية للبطولة الإفريقية أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا كل سنة وحضراتكم طيبين أشوف حضراتكم على خير